في نفسنا لو قلنا. اسأل على الأهلي وبطولاته هيقول لك وسع الأرض. وكفاية على الأهلي من الأهلي نقطة ومن أول السطر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. من هنا كانت البداية، كانت بداية تكوين فريق جديد في 2019 عندما خسر النادي الأهلي المباراة، طبعا مباراة سان داونز في جنوب إفريقيا في دور الثمانية، ثم في مباراة العودة اللقطة اللي حضراتكم شفتوها. اللقطة اللي حضراتكم شفتوها دي كانت بداية تكوين فريق جديد للاستحواذ على كل البطولات سواء إفريقية أو محلية. الحقيقة يعني خلال هذه الفترة من 2019 وما بعد 2019 حاجات كتيرة جدا جدا عدينا بيها. وخليني أبدأ مع حضراتكم القصة من أولها، القصة من أولها، لأن الحقيقة لكل جواد كبوة، لكل جواد كبوة، ولأن النادي الأهلي كبواته قليلة، ولأن النادي الأهلي كبواته قليلة، فإحنا بالنسبة لنا ضياع الدوري العام المصري هذا الموسم بنزعل عليه جدا 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 جدا، على الرغم ان هو كان في وسط موسم مضغوط جدا ومتلاحم مع اللي قبله. خلال هذا الموسم حقق النادي الاهلي 5 بطولات وبرونزية كأس العالم، ولسه الموسم مخلصش، لسه مخلص. في بداية 2019 عشان ابدأ مع حضراتكم الحكاية من اولها، النادي الاهلي خرج امام سان داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وسط مشهد الحقيقة أنا شخصيا بعتبره مشهد تاريخي، مشهد تاريخي لجمهور النادي الأهلي وسط 80 أو 90 ألف متفرج أهلاوي. الجماهير حيت الفريق، حيت الفريق التحية اللي أمام حضراتكم دي، ومن هنا كانت البداية، من هنا كانت البداية. الأهلي لو حضراتكم تتذكروا في 2019 كان متأخر في بطولة الدوري بفارق نقاط كبير عن المتصدر في ذلك الوقت، ولكن كعادة النادي الأهلي وكقيمة النادي الأهلي وجمهوره الكبير العظيم وقف في ظهره وجدد النادي الأهلي الثقة في المدير الفني في ذلك الوقت مارتن لاسارتي. جدد الثقة في مارتن لاسارتي وفي جميع لاعبي الفريق في الوقت ده. طب إيه اللي حصل لما النادي الأهلي عمل كده؟ واللعيبة شافوا جمهورهم في ظهرهم، والمدير الفني في ذلك الوقت شاف جمهوره في ظهره، عمل ايه؟ رجع النادي الاهلي، رجع النادي الاهلي من بعيد جدا جدا وحقق بطولة الدوري قبل نهايتها باسبوع على ما اتذكر، بعد ما حقق الفوز على المقاولين العرب في استاد برج العرب 3-0. طيب ايه تاني حصل في موسم 2019؟ وافتكروا الدوري ده كويس، افتكروا الدوري والحروب الكبيرة، الحروب اللي كانت بتحصل على النادي الأهلي في الدوري ده تحديدا، واللي حصل من جمهور النادي الأهلي ومساندة جمهور النادي الأهلي لفريقه. قدرنا ناخد الدوري في 2019، كانت حروب كبيرة جدا جدا على النادي الأهلي في الوقت ده. طيب حصل ايه في الكاس؟ الكاس لو تتذكروا خسرنا الكاس في بخطأ تحكيمي اعتذر عنه جهاد جريشة. طيب أنا اللي بقول الكلام ده أو أنا جايبه من دماغي؟ لا، مش أنا اللي بقول هذا الكلام، اطلع ورينا سمير وتعالى. اللي هيشاهد المباراة بكرة مش خطير، أنصح الجمهور الأهلاوي بالذات ما يكونش زعلان مني، إحنا بقى عندنا بكرة ماتش تاني وغير الناس اللي الجمهور قاعد زعلان، فبقول لهم ما تزعلوش، لأن في الآخر التحكيم النهاردة ليك وفي عليك الفريق راجل جدا ما بيشتغلش، فكان كارثة. هي أكيد غلطة مش مقصودة. لا الحكم الخامس اداها لي إنها مش فاهم حاجة، فما تزعلوش مني زي ما الجمهور بيقول لك الجمهور زعل مني في اللعبة، فالتحكيم خاصة للزمالك، فالتحكيم النهاردة ممكن النهاردة تفضل بكرة بكرة بكرة، فمش مشكلة. الدنيا كويسة إن شاء الله
استمتع معاكم اليوم ان شاء الله. طب نصيحتك للاعبين؟ مش انا اللي بقول هذا الكلام، ده مين؟ كابتن جهاد جريشة. اذا الاهلي كسب الدوري في 2019 مع مارتن لاسارتي مع مجموعه من اللاعبين بعد تحيه الجمهور ليهم في بعد النهائي، بعد ما خسرنا دور الثمانيه وطلعنا من دوري ابطال افريقيا من سان داونز. طيب كسبنا الدوري، خسرنا الكاس بخطا تحكيمي، اتكلم فيه كابتن جهاد جريشة، حصل ايه بعد كده؟ طيب في نهايه الموسم لاسارتي مشي وتعاقد النادي الاهلي مع رينيه فايلر. رينيه فايلر السويسري مع جهاز اجنبي كامل. وقدر فايلر الحقيقه امام حضراتكم طبعا، قدر فايلر بعد تعاقده مباشره بعد ما اول ما تعاقد ان هو يحقق بطوله السوبر المحلي بعد الفوز على نادي الزمالك 3-2. وبدأ مشوار الانتصارات بالنسبه للنادي الاهلي خلال بعد بطوله او بعد الفوز ببطوله السوبر المحلي. طيب في الشتاء ايه اللي حصل؟ في شهر واحد يعني ايه اللي حصل؟ ده السوبر بالمناسبه، واحنا بنتكلم كده مع حضراتكم بنتفرج على السوبر اللي كسبه فايلر اول ما جه، اول انتصار لفايلر بعد ما جه باسبوع وكسب السوبر المحلي في ذلك الوقت. طيب زي ما حضراتكم شايفين هناخدها واحده واحده كده عشان نوصل لحاليا ايه اللي بيحصل. واحنا بنتكلم مع حضراتكم وبفكر حضراتكم، مع ان انا متاكد وعارف ان حضراتكم فاكرين هذا الكلام، ولكن انا بفكركم باللي حصل من 2019 وكيف استطاع مجلس اداره النادي الاهلي واداره الكره في النادي الاهلي، ايوه حسين حلوه دي، قدر ان هو يستطيع ان هو يكون فريق من 2019، او كانت البدايه في شتاء او في فتره الانتقالات الشتويه في 2019 قبل او من قبل ماتش سان داونز بشويه الحقيقه، ولكن في 2019 في شتاء 2019 تعاقد النادي الاهلي مع مجموعه من اللاعبين لاستكمال قوه الفريق. لو تفتكروا حضراتكم جيرالدو، محمد محمود، حسين الشحات، وتمت استعاره رمضان صبحي لمده 6 شهور، وكمان كان في ياسر ابراهيم وحمدي فتحي، بس دول في الانتقالات الشتويه. طيب قدرنا نكمل في الدوري وكالعاده يعني خدنا الدوري، وبعدين في الانتقالات الصيفيه اداره كره القدم في النادي الاهلي بالاتفاق طبعا مع مجلس اداره النادي الاهلي في الانتقالات الصيفيه أليو ديانج والقضية ممكن محمد مجدي قفشه ومحمود متولي، هذا الثلاثي تم التعاقد معاه في صيف 2019. في الوقت ده تحديدا اكتمل عقد الفريق اللي بدأ يبنيه النادي الأهلي بعد الخروج الإفريقي. افتكروا بقى الوقت ده ايه اللي حصل؟ فايلر اكتسح الدوري المصري لحد وقفة كورونا، لو فاكرين اللي حصل في الوقت ده. كسب السوبر المحلي مرة وخسر بضربات الجزاء في الامارات السوبر المحلي اللي احنا كنا متسيدين المباراه من اولها لاخرها، وخسرنا بركلات الحظ الترجيحيه. وبعد خسارتنا في السوبر الافريقي السوبر المحلي قدرنا نتخطى سان داونز ونرد على هزيمه سان داونز في العام اللي قبله، ووصل النادي الاهلي للدور نصف النهائي في دوري الابطال، وابتدت وقفه كورونا، وقفه طويله لكورونا. بعدها فايلر مع اداره النادي الاهلي اتخذوا قرار ان فايلر مش هيكمل، وبالتالي مشي فايلر، وهنا كانت بدايه اخرى، قرار تاريخي لمجلس اداره النادي الاهلي باستقدام اول مدير فني اجنبي، اول مدير فني افريقي انا اسف، بيتسو موسيماني لقياده الفريق الاحمر للموسم القادم. وبالمناسبه دوري الأرقام القياسية كان مع فايلر، حسم الدوري قبلها بست أسابيع استطاع فيهم فايلر إن هو يحسم الدوري تماما لصالح النادي الأهلي. مشي فايلر وجه موسيماني زي ما قلت لحضراتكم في قرار تاريخي الحقيقة لكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته وإدارة الكرة في ذلك الوقت. وجه موسيماني واستلم مهمته، أول لقاء ليه إيه بقى؟ لقاء الوداد في دور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا.
هذه البطولة اللي كانت مستعصية في ذلك الوقت لمدة 7 سنوات، والناس كلها بتقول له أفريقي. التاسعة يا بيتسو، فاكرين التاسعة وفاكرين القضية ولا مش فاكرينها؟ التاسعة اللي كانت واقفة معانا من 2013، وخدناها ازاي؟ بالقضية. ممكن عمرنا ما هنكرهها، هنفضل نحبها على طول. انت ممكن تكرهها، جمهور معين ممكن يكرهها، بعض من لا يشجع النادي الاهلي هيكرهها، لكن احنا هنفضل نقولها ونقولها كل يوم، لان دي حاجه بتبسطنا وبتفرحنا. انت عايز زي ما تقولها قولها، وعايز تعملها زي ما تعملها مفيش مشكله. طيب نرجع تاني للي كان بيحصل. لعبنا الوداد في الدور نصف النهائي، وبعدين الاهلي حقق الفوز على الوداد لو تفتكروا، رايح جاي، وحقق لقب دوري الأبطال رقم 9 محمد مجدي قفشه بعد فوزه على نادي الزمالك، النادي الأهلي بعد فوزه على نادي الزمالك. ايوه اللقطة المهمة دي. بالقضية ممكن. بإيه؟ بالقضية ممكن. أنا ممكن أغنيها يعني، ما عنديش مشكلة. ممكن أغنيها عادي يعني. بالقضية ممكن. ده الصبار غناها. ده الصبار غناها. فبالقضية ممكن قدرنا ناخد البطولة رقم 9. طيب بس كده؟ لا، ابتدينا او ابتدى النادي الاهلي ياخد بعد البطولة رقم 9 في دوري ابطال افريقيا. ما اكتفاش اللعيبة بهذا اللقب فقط، ولكن قدرنا ناخد كاس مصر بالفوز على الاتحاد في نادي الاتحاد في نصف النهائي، وطلائع الجيش في النهائي، ليفوز النادي الاهلي بكأس مصر رقم 37 في تاريخه. طيب كمل النادي الاهلي وكمل بيتسو موسيماني بعد نهايه هذا الموسم، ثم تلاه موسم تلاحم مع الموسم السابق، ولكن في هذا التوقيت النادي الاهلي قدر يجيب بدر بنون مدافع الرجاء المغربي في ذلك الوقت، وطاهر محمد طاهر من المقاولين، واحمد رمضان بكم من دجله، ورجع من الإعارة محمد شريف وأكرم توفيق، رجعوا الاثنين من الإعارة. طيب وده طبعا أول ظهور لبدر بنون في النادي الأهلي، والحقيقة بدر أصبح سلطان بالنسبة في قلوب كل جمهور النادي الأهلي بعد التعاقد معاه الحقيقة، وأداؤه بشكل رائع في منذ بداية قدومه وحتى الآن، يمكن في بعض المباريات اللي تعب فيهم، والحمد لله ان شاء الله يرجع الفتره القادمه ويبقى افضل. طيب هل اكتفى لاعبو النادي الاهلي ومجلس ادارته وجمهوره بكاس ودوري وبطوله افريقيا؟ لا، ولكن استطاع النادي الاهلي ان يحقق دوري ابطال افريقيا بجداره، وحقق لقب السوبر الافريقي دوري ابطال افريقيا رقم 10 بالفوز على كايزر تشيفز، والسوبر الافريقي بيفوز على نهضه بركان. ده البطوله دوري ابطال افريقيا رقم 10 زي ما حضراتكم شايفين. في خلال في 8 شهور استطاع النادي الاهلي ان يستحوذ على بطوله افريقيا رقم 9 بالقضيه ممكن، ثم العشره ضد كايزر تشيفز في 7-8 شهور في رقم قياسي كبير جدا جدا. ما اعتقدش ان في نادي في العالم قدر يعمل هذا الرقم. وقبلها خد السوبر الافريقي. فالسوبر الافريقي امام نهضه بركان استطاع النادي الاهلي ان يفوز به ويرجع او يعود مره اخرى الى القاهره، وفي السكه كده خد برونزيه كاس العالم للانديه اللي حضراتكم شايفينه. 5 بطولات في اقل من 9 شهور. كل ده في 9 شهور. مباريات متتاليه لمده او خلال 220 يوم النادي الاهلي، او 210 يوم النادي الاهلي لعب 52 مباراه. لعب كام مباراه؟ 52 مباراه. طب سافر فيهم فين؟ سافر النيجر، السودان، الكونغو، تنزانيا، جنوب افريقيا، تونس، المغرب، قطر مرتين. طب لو حسبت حسبة بسيطة كده، لو حسبت بيها متوسط عدد المباريات اللي لعبها النادي الأهلي على مدة المباراة، هتلاقي إن الفريق كان بيلعب ماتش
كل اربع ايام. سيبك بقى من ان هو سافر ما سافرش، طبعا هم بيفكروا كده، سافر بقى ما سافرش، عمل ما عملش، قعد ما قعدش، يريح ما ريحش، في خلال 210 يوم النادي الاهلي كان بيلعب اربع مباريات، انا اسف، بيلعب مباراه كل اربع ايام، كان بيبقى فيهم او اثناء هذه المباريات كان بيبقى فيه سفر رايح جاي لكل البلاد اللي انا قلتها لحضراتكم. ده غير بقى ايه التوقفات الدوليه اللي لعب فيها الدوليين، يعني دايما في النادي الاهلي بتلاقي ايه 19 لعيبه موجودين في منتخب مصر. اثناء ال 210 يوم اللي انا بقول لحضراتكم عليها دي كان في توقفات دوليه، ما كانتش اللعيبه بتريح زي اللي هيحصل بعد يوم الجمعه، ما كانتش اللعيبه بتريح، كان ايه اللي بيحصل؟ بتروح تلعب في منتخب مصر ومحترفين طبعا مع منتخباتهم. يعني تخيل حضرتك فريق تعرض لكل انواع الارهاق ومع كل ده بينافس لحد اخر لحظه على لقب بطوله الدوري، ده بعد ما حقق ايه 5 بطولات وبرونزيه في كاس العالم اللي محدش شافه غير النادي الاهلي بس. يعني انا هبتدي الفتره اللي جايه هتكلم عن تشيلسي لان انا هلاعب تشيلسي، لكن محدش تاني هيعرف يتكلم على تشيلسي، ده اخرك، ده اخرك. انا هقدر اتكلم عن تشيلسي وكنت بتكلم عن ريال مدريد وبتكلم عن برشلونه وبتكلم عن كل حاجه، ولكن محدش تاني هيعرف يتكلم عن الفرقه دي الا لو يحللها بره، يعني يشوفها في الدوري الانجليزي بتاع، لكن احنا ان شاء الله هنلعبها في كاس العالم للانديه. كل اللي بقوله ده بقوله ليه، ليه بقول هذا الكلام؟ لان هذا الكلام يجب ان يصل لكل جمهور النادي الاهلي، وانا متاكد ان هم عارفين كويس جدا جدا هذا الكلام. ليه؟ عشان احنا لازم نحتفل بهذا الفريق، لازم في اقرب فرصه ان شاء الله، وبناء على اللي احنا عارفينه ان النادي الاهلي سيحتفل بهذا الفريق وبكل الابطال اللي موجودين في النادي الاهلي. وافتكروا او ارجعوا في بدايه الكلام وانا بتكلم مع حضراتكم دلوقتي، هات لي اللقطه، لقطه الجمهور هي دي كانت البدايه، لقطه جمهور النادي الاهلي بعد خروجنا من دوري ابطال افريقيا في دور الثمانيه. كل جمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد، اتفضلوا، كل جمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد في الاستاد كان بيسقف للاعبين. طيب هو ده صوت الجمهور اللي دايما بيدينا الحماس، هو ده دايما اللي بيدينا نرجع ازاي ناخد بقيه البطولات، نرجع ازاي ناخد بقيه البطولات. طيب حضراتكم شايفين قدام حضراتكم ده كانت البدايه في 2019. انا حكيت لحضراتكم كيفيه بناء فريق جديد، استطاع النادي الاهلي ان يستحوذ تقريبا بنسبه 90% على كل البطولات اللي شارك فيها، وده رقم كبير جدا جدا جدا، ولكن ما اشبه الليله بالبارحه. الموسم ده موسم صعب جدا، الموسم ده موسم صعب جدا، يمكن احداثه ومواعيده اللي احنا فيه ده ما اتكررتش في اي حته في العالم يعني. عشان كده انا شايف ان انتوا كلكم اتعرضتوا لاجهاد، مش بس اجهاد، مش بس انا صوتي مش عارف اعليه، قرب شويه عشان مش عارف اعلي صوتي، مش بس اجهاد بدني، اجهاد بدني وذهني. الموسم ده اكتر موسم في يعني من تاخير الموسم اللي فات، اكتر موسم في العالم في بطولات. كم البطولات اللي انتم مريتوا بيها دي خليتكم يعني عندكم نوع من انواع الاجهاد بلوك الذهني قبل البدني كمان. واحنا الحقيقه مقدرين ده جدا، احنا كاداره مقدرين ده جدا، وانا متاكد ان جمهوركم كمان مقدر ده جدا. جمهور النادي الاهلي فاهم وشايف وعارف، جمهور النادي الاهلي فاهم واعي وشايف وعارف اللي بيحصل، عشان كده انا متاكد ان هو بظهركم. انتوا سبب سعاده الناس الفتره اللي فاتت، بس ده حق الجمهور عليكم. اللي حصل المره اللي فاتت والسنه دي كده، انتوا سبب الناس بقت سعيده وفخوره بيكم وبالنادي الاهلي. وهنا عايز اقول حاجه،
النادي الاهلي لما بيفقد بطوله النادي الاهلي بينطلق منها. النادي الاهلي بطولات جايه كتير وعندنا بطولات كتير، لازم تبقوا فاهمين ده، ولازم تفرحوا جمهوركم اللي هو شايفكم اللي هو معاكم اللي هو بضهركم. كمان في ظروف يمكن خارجة عن إرادتكم وإرادتنا وإرادتكم، عشان كده بقول لكم الناس شايفة وعارفة، بس احنا كمان من دلوقتي في اللحظة اللي بقول لكم عليها دي احنا كمان لازم نكون بنفكر احنا ليه في بعض المباريات احنا كان يجب تركيزنا يبقى زيادة شوية، كان يجب اهتمامنا يبقى زيادة شوية، كان يجب ده خلاص، بس دي الكورة احيانا مفيش توفيق، دي الكورة. انا يمكن برضو عايز اكرر شكر تاني ليكم، وعايز اقول ان انتوا كلكم محل ثقه بالنسبه لنا كبيره جدا، كل واحد فيكم زمايلكم اللي مش موجودين جهازكم الموجود، انتوا محل ثقه كبيره جدا جدا بالنسبه لنا. كمان عايز اقول لكم حاجه، اوعوا تنسوا يا رجاله، اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا حققتوا رباعيه، اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا ابطال افريقيا مرتين ورا بعض، ما بتحصلش دي كتير. اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا تاخدوا مركز ثالث في العالم، برونزيه العالم تاني مره، دي اللي بيكم اللي سبقكم، هو ده النادي الاهلي. اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا ابطال السوبر، ما تنسوش ده، ترفع راسك انت اهلاوي، ترفع راسك انت في الاهلي، لازم تبقى فخور بده، زي ما الاهلي فخور بيكم انتوا كمان لازم فخورين ان انتوا جوه النادي الاهلي. بص يا رجاله، انا من سنه ونص او سنتين انا قلت لكم ايه؟ قلت لكم انتوا احسن مجموعه موجوده في القاره الافريقيه. انا قلت لكم الكلام ده من سنه ونص او سنتين، لان انا كنت عارف قدراتكم، وعارف انتوا ازاي المجموعه دي لما بتبقى مقفوله كده يعني بنعمل ايه؟ اعتقد الكلام ده كان حقيقي دلوقتي، ان انتوا افضل ناس موجوده في القاره. عشان كده يا رجاله لازم قلت لكم ما تخلوش حد يعني يسرق منكم فرحتكم، والجمهور ده اللي هو بيهتف لكم دلوقتي بيهتف لكم، ده ليه حق علينا ان احنا نفرحه بقى في اللي جاي. الجمهور ده اللي بيهتف النهارده ده هو ليه حق علينا. الجمهور ده يا رجاله هو الشريك معانا، هو السند، وهو معاكم صانع بطولاتكم وبطولات النادي الاهلي من 1907. الاهلي من 1907 بيمشي بالحب ده بالمجموعه دي، هو ده النادي الاهلي، هو ده التاريخ كبير، هو ده التاريخ اللي لازم تفخروا بيه، والناس تفخر كمان ان هي تنتمي للنادي الاهلي. جمهورنا فخور بده، انه عارف النادي الاهلي يعني كل كام سنه كده ممكن حاجه يعني تعدي. يا رجاله ده شيء مهم. كل اللي انا عايز، انا بص بيقولوا ايه، انا لسه هقول جمله هم بيقولوها، لسه عايز اقول لكم ازاي نفرح الناس دي. البطولات اللي جايه في بطولات كتير 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 جايه، ازاي نفرح الناس دي. انا الحقيقه بس احنا غصب عننا النادي الاهلي ما بيتركش ما بيسيبش حق. انا مش عايز اعلق على الكلام ده دلوقتي، لكن كمان عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، احنا قصرنا معاكم، احنا قصرنا معاكم، ان احنا كنا عايزين فرقه زيكم مجموعه زيكم افراد زيكم كان يجب ان احنا نحتفل بيها بالتاسعه، لازم نحتفل بالعشرة، لازم نحتفل برونزية، لازم نحتفل بالسوبر، لازم نحتفل بيكم، ما كانش في وقت.
التلاحم ده اللي كان موجود، ما كانش في وقت. عشان كده انتوا حقكم علينا النهارده ان احنا نعمل لكم احتفاليه نكرمكم فيها، احتفاليه نكرمكم فيها، ان انتوا تستحقوا ده. كل انا عايز دلوقتي منكم خلاص، خلص اللي خلص انتهينا، فكروا في اللي جاي، فكروا في اسعاد جمهوركم، فكروا في كتاب التاريخ ليكم جديد، فكروا في ده، وانتوا تقدروا تعملوا ده. المجموعه دي تقدر تعمل ده، كتاب التاريخ جديد ليكم لناديكم، تقدروا تعملوا. ارفع راسك، انت اهلاوي، كلمه الاهلي دي كبيره جدا، كبيره جدا. خلاص انتهى انتهى، نبص اللي جاي رجع ان شاء الله قريب نعمل حفله تكريم لحضراتكم، بس نشوف مواعيد عشان نظبط معاد كلكم موجودين بتوع المنتخب او الانتماءات اللي معانا المحترفين، نقدر ان احنا نظبط بس الميعاد، وفي ميعاد مناسب ان شاء الله. حتى مش عارفين لسه الكبراتات اللي جايه بشكلها عامل ازاي. تاني بقفل ان انا اشكركم، واحنا مقدرين مجهودكم اللي فات، وجمهوركم مقدر مجهودكم، ما تكونوش هو بالشكل ده. الموضوع خلاص، فكر في اللي جاي، بكره الصبح كده كل الناس تفكر احنا هنعمل ايه الفتره اللي جايه ان شاء الله. وتقدروا تعملوا كتير، ان انتوا تستحقوا ده وتقدروا تعملوا، وانتوا جوه النادي الاهلي. ماشي يا رجاله، عايزين نقف مع بعض كلنا ونقرا الفاتحه ونوعد من هنا من المكان اللي احنا فيه دلوقتي ده اللي جاي هيبقى عامل ازاي. نوعي جمهورنا بيه. ومن هنا ستكون البداية مرة أخرى. من اللقطة اللي حضراتكم شفتوها دي، أحد أهم وأفضل وكبير العائلة الكروية في النادي الأهلي، الأسطورة محمود الخطيب، نزل ووقف مع اللاعبين علشان يقول لهم هذا الكلام. هو كابتن خطيب بيعمل إيه؟ كابتن خطيب بيقوم بالدور اللي حضراتكم قمتوا بيه في 2019، بنفس الدور اللي حضراتكم قمتوا بيه، لان في 2019 كان 80-90 ألف متفرج بيحيوا لاعيبه النادي الاهلي وبيقولوا لهم اللي جاي يا اهلي. النهارده او امبارح كابتن محمود الخطيب بيعمل نفس الدور، بيعمل نفس الدور. هو حضراتكم تفتكروا ان لو كنتوا موجودين في المدرجات كان الكابتن محمود الخطيب نزل؟ لا، لكن لا، عارفين لا ليه؟ لانه هنا هو بيقوم بدور الجمهور اللي بعيد عن اللعيبه من خلال المدرجات، هم مش موجودين، حضراتكم مش موجودين في المدرجات. فالحقيقه انا بحيي تحيه كبيره جدا 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 لهذا الرجل الحقيقه، اللي كان لو حد تاني كان ممكن جدا رئيس نادي تاني يعمل ايه؟ يهرب من المسؤوليه وينط من المركب في وقت زي ده، وينط من المركب في وقت زي ده، ولكن لا، مش محمود الخطيب ومجلس ادارته اللي يعملوا كده. مش محمود الخطيب ومجلس ادارته، محمود الخطيب ومجلس ادارته بيقفوا قدام اي حاجه. ليه؟ لان معاهم جمهور في ظهرهم. جمهور عارف كويس قوي قوي ومقدر اللي حصل من اول 2018 2019 لغايه دلوقتي. كل اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت دي حضراتكم شفتوه، أنا عملته في 10 دقايق ربع ساعة، لكن هو ياخد مجلدات مجلدات ممكن نحكي في المواضيع اللي فاتت وفي اللي جاي وفي اللي حصل. فالحقيقة أنا بشكر جدا جدا مجلس إدارة النادي الأهلي ممثلا عنه طبعا رئيسه كابتن محمود الخطيب في هذه اللقطة الرائعة الرائعة، عظمة. وقد ايه احنا بنفتخر ان احنا بننتمي لهذا النادي، او عدينا من قدام سور هذا النادي. اللقطه اللي حضراتكم شفتوها دي هتبقى بدايه لبطولات قادمه، وهنفضل نستعين بيها خلال ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا. البدايه هتبقى في بطوله السوبر الافريقي ان شاء الله، هي دي هنستعين باللقطه دي، هفكر حضراتكم بيها اللقطه دي، زي ما فكرتكم في اول الحلقه بلقطة حضراتكم وانتوا قاعدين بتشجعوا وبتحيوا فريقكم علشان يقوموا يقفوا تاني. هذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي وأي فريق تاني. وإذا ما كنتش تعرف النادي الأهلي، اسأل عن النادي الأهلي. اسأل على الأهلي وبطولاته.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. اظن عرفتوا النادي الاهلي طبعا، ده لكل من لا يشجع النادي الاهلي، اللي بيسال عن النادي الاهلي بيعرف النادي الاهلي. خلينا بقى نروح لمنطقه تانية او جزء تاني عايز اتكلم فيه مع حضراتكم. شفت كده على الفيسبوك الناس عماله تقول لك ايه، ان الدوري ده او النادي الاهلي خسر الدوري ده عشان اول دوري يتم فيه تطبيق الفار. يعني حتى المعلومات اللي بتتقال هي معلومات كاذبه وخاطئه، هي معلومات كاذبه وخاطئه. هو موضوع حضرتك عايز ترميه في وسط الناس علشان يفضل الناس كلها تتكلم عنه، وهو كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. متى تم تطبيق الفار في مصر؟ تم تطبيق الفار في مصر جيم جواب، يعني سين سؤال. امتى تم تطبيق نظام الفار في مصر؟ جيم جواب. تم تطبيقه في دوري 2019-2020 في الدور الثاني من هذا الدوري اللي فاز بيه النادي الاهلي. اللي فاز بيه مين؟ النادي الاهلي. يعني اول لقب تم فيه تطبيق تقنيه الفار كان من نصيب النادي الاهلي. خلاص؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، افريقيا 2020 الاهلي فاز بيها اللي هي كانت ايه؟ سمعوني. ها؟ حد يقول لي القضيه ممكن. هي القضيه ممكن كانت بفار ولا من غير فار؟ حد يقول لي؟ حد يرد عليا؟ اي كلام بيتقال وخلاص، مجرد ان حضرتك عمال او حضراتكم لبعض من لا يشجع النادي الاهلي عمالين ترموا كلام ومش عارفين ان هو كله غلط، كله غلط في غلط. هو كاس السوبر الافريقي كان فيه فار ولا ما كانش فيه فار؟ هو مين اللي كسب كاس السوبر الافريقي؟ مش الاهلي؟ طيب برونزيه كاس العالم للانديه هل كان فيها فار ولا ما فيهاش فار؟ الإجابة واضحة. أبطال أفريقيا فيها فار، القاضية ممكن فيها فار، 2021 فيها فار، كل الحاجات دي فيها فار. طيب بلاش بلاش كل ده، بلاش كل ده وحش، كل ده أنا عارف بيسبب حرقان في الصدر أنا عارف، لكن دوري موسم 2020-2021 الأهلي لعب الزمالك مرتين، كان فيه فار ولا ما كانش فيه فار؟ النتائج احنا عارفينها، كسبنا ماتش وتعادلنا ماتش، كان في فار. والماتش اللي تعادلناه بالمناسبه في وجود الفار في حد كان لينا ركله جزاء واضحه وصريحه لم تحتسب للنادي الاهلي لما داس على رجل رامي ربيعه يعني وبانت، وحكم الفار قال كمل. يعني الكلام عن الفار ان هو انصف حد او ما انصفوش، فالحقيقة إذا كان الفار أنصف فهو أنصف النادي الأهلي في بعض الأوقات، في بعض الأوقات. بس للأسف الشديد دايما الفار المحلي غير الفار الدولي. وبنقول كده ليه؟ لأن الفار المحلي الحقيقة ما فيهوش التكنولوجيا اللي موجودة بره. وده اللي احنا كنا بنتكلم عنه خلال الفترات اللي فاتت. يعني التسلل ما تبانش، خط الجون ما يبانش، الكرة دخلت الجون ولا ما دخلتش ما تبانش. فالحقيقة كل اللي بيتكلم في هذا الأمر فهو كلام مش هقدر أقول إن هو كلام كذب ومعلومات خاطئة. حضراتكم بتحاولوا بعد من لا يشجع النادي الأهلي بيحاول إن هو يرميها في وسط اللي بيحصل على السوشيال ميديا عشان إيه؟ عشان باختصار هي دي الأونطة. الأونطة هي دي شكل اللي أنا عايز أضحك بيه على أي حد. لكن طبعا ما ينفعش تضحك على جمهور النادي الاهلي، لانه جمهور النادي الاهلي عارف وواضح وشايف وعارف كل حاجه. فمثلا كره زي بتاعت مباراه طلائع الجيش كان ممكن تتحسب او ما تتحسب، يعني كان ممكن تتحسب. فالحقيقه كل الكلام اللي احنا عمالين نسمعه من امبارح للنهارده يعني خلينا نفوت ونعدي، لانه في النهايه هي نقطه ومن اول السطر، نقطه ومن اول السطر. كل الناس عماله تتكلم عن اللي جاي للنادي الاهلي، اللقطات اللي حضراتكم شفتوها خلال من امبارح للنهارده ووقفه كابتن محمود الخطيب مع اللاعبين ومع الجهاز الفني كانت اعتقد ان شاء الله ان هي ستكون بدايه جديده للنادي الاهلي. طيب خلينا نروح لحضراتكم او مع حضراتكم لموضوع ثالث، لان عندنا مواضيع كتيره الحقيقه. انا ما عنديش مشكله ان حد يفرح او حد يتبسط لانه بقاله كتير ما فرحش او ما اتبسطش. فبيطلع دايما كل اللي جواه. ولكن
ان انت عشان تفرح تغلط في النادي الاهلي، محدش هيقبل بهذا الامر، محدش هيقبل بهذا الامر. اذا كنت عايز تفرح افرح اتبسط، خصوصا اذا كان الامر واضح وصريح على فيديوهات على السوشيال ميديا من امبارح للنهارده، زي ما حضراتكم شفتوا امبارح او على السوشيال ميديا من امبارح للنهارده فيديوهات كثيره جدا بعد نهايه المباراه اللي فاز فيها نادي الزمالك على نادي نادي المباراه كانت امبارح نادي الزمالك مع الانتاج الحربي وفاز فيها 2-0. بعد المباراه من حق كل واحد يفرح، ما عنديش مشكله خالص. احنا كل يوم بنفرح، او في خلال الثمان شهور اللي فاتوا كل شهرين بنفرح. يعني حتى فرحه الدوري، بالمناسبه كمان فرحه الدوري بالنسبه لنا او بالنسبه للعيبه اللي كانت بتلعب، كانت بتاخد الدوري وبتروح، بنفرح وبنتبسط مع اهلنا ومع اصحابنا ومع زمايلنا، والموضوع عدى ونخش في اللي بعده. ونقطه ومن اول السطر تاني، لان في دوري تاني وفي بطوله افريقيه تاني وفي كذا وفي كذا وفي كذا. ولكن محدش هيقبل باللي بيحصل، محدش هيقبل باللي بيحصل، محدش هيقبل ان حضرتك عشان تفرح تغلط في النادي الاهلي، محدش هيقبل بهذا الكلام. والحقيقه ولكل مقال مقام، ولكل مقام مقال. اللي هيحصل الفتره اللي جايه لازم يبقى فيه وقفه كبيره جدا من اتحاد كره القدم للي احنا شفناه امبارح على كل. وبعدين مش انا اللي شفت ومش انا اللي صورت، ده الناس مصوره وحاطه على السوشيال ميديا عادي، وخارجه من مدرجات نادي الزمالك نفسه. وبالتالي ما ينفعش ان انت وانت بتحتفل تغلط في جمهور النادي الاهلي، ما ينفعش. جمهور النادي الاهلي ده خط احمر، ما ينفعش. وخصوصا اذا كان هناك بعض اللاعبين موجودين في هذه الفرحه، ما ينفعش. الكلام اللي حضراتكم او اللي اتعمل امبارح ده كلام لا يصح. وهننتظر رد اتحاد كره القدم، انا شخصيا هنتظر. يعني انا بتكلم بنيابه عن نفسي، انا بتكلم بنيابه عن نفسي، انا شخصيا هنتظر رد اتحاد كره القدم في اللي حصل امبارح، ونشوف ايه اللي هيحصل. لانه اللي جاي صعب، اللي جاي صعب. لان انا سمعت كلام امبارح او من امبارح للنهارده في بعض التسريبات على توقيتات اتحاد كره القدم لمباريات الكاس. وبالمناسبه كان معايا احمد ثابت وكريم سعيد هنا من يومين، واتكلمنا في هذا الامر، ان اتحاد كره القدم عايز يعمل مواعيد معينه عشان ينتهي من كاس مصر قبل مباراه السوبر الافريقي اللي هيلعبها النادي الاهلي ان شاء الله اعتقد يوم 26. وبالتالي هو عايز يلعب اربع مباريات في اقل من 15 يوم. فاقل من 15 يوم. والكلام ده احنا اتكلمنا فيه، بقول لحضراتكم الكلام ده اتقال من يومين او من ثلاث ايام هنا في البيت الكبير. هو ليه حضرتك عايز تخلص الموضوع كله قبل يوم 26؟ هو حضرتك عايز تخسر النادي الاهلي السوبر الافريقي؟ انا اعتقد ان حضرتك مصري وعارف ان كل اعضاء اللجنه الثلاثيه ناس محترمه من فضل حضراتكم. اذا كان التسريبات دي صحيحه، اذا، انا ما اعرفش، انا مش هقدر اتكلم بشكل غير لما اشوف الموضوع الرسمي هيعلن ازاي. الموضوع الرسمي من اتحاد كره القدم، هل هيعلن على التوقيتات دي زي ما شفناها؟ اللي هي مش عارف يوم 9 ويوم 12 ويوم 14 ويوم 17 كل المباريات ورا بعض. هننتظر لحين الاعلان عن هذا الامر. محدش فينا هيقدر يتكلم غير لما نشوف الموضوع بشكل رسمي. اتحاد كره القدم لازم يعمل في حسابه ان انت خلال الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا بتلعب كل يومين او ثلاث ايام مباراه، بعد كده اللعيبه هتاخد اجازه يوم او يومين او ثلاثه او اربعه زي ما هيدي لهم موسيماني، و10 لاعبين او 11 لاعب سيتم انضمامهم لمنتخبنا الوطني. ده لسه سيتم الاعلان رسمي خلال بعد يوم الجمعه اللي جاي. وبالتالي اللاعبين مش هيريحوا، هيطلع من مباريات النادي الاهلي مباريات الدوري الى منتخبنا الوطني، الى مباريات منتخبنا الوطني، بعد مباريات منتخبنا الوطني هيرجع يلعب كاس مصر كل يومين او كل ثلاث ايام مباراه. هو مين ده اللي هيقدر يعمل كده؟ وبعدين ترجع تقول لي اصل انت خدت الدوري او خسرت الدوري؟ لا، محدش هيقبل بكده. انا كاهلاوي
انا الحقيقه شايف ان لو تم ضغط هذه المباريات بهذا الشكل هتبقى الامور صعبه جدا، هتبقى الامور صعبه جدا، ولكن خلونا ننتظر، وزي ما قلت لكل مقام مقال، هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الايام اللي جايه. احنا خميس وجمعه وسبت اجازه، وهنرجع مع حضراتكم يوم الاحد تاني نبتدي نتكلم في هذا الامر مره تانيه. وهيكون اجتماع اتحاد كره القدم مع الانديه ظهر، لو الكلام ده غير صحيح خلاص انا ما عنديش مشكله، ولكن انا بقول من دلوقتي ان لو الكلام ده طلع صحيح هتبقى ما اعرفش لعيبه الاهلي هتلعب ازاي. انا ما عنديش فكره لعيبه الاهلي هتلعب ازاي. من فضل حضراتكم لكل المسؤولين في اتحاد كره القدم، من فضل حضراتكم بصوا على السوشيال ميديا عشان تشوفوا الغلط اللي حصل. ما هو في كلام مش هنقدر نقوله، مش هنقدر نذيع الفيديوهات اللي حصلت امبارح وحصلت جوه الملعب وباشتراك اللاعبين مع الجمهور وفي وجود مراقب وحكم المباراه. وبالتالي ده اللي هقدر اقوله دلوقتي، ولكل مقام مقال نشوف ايه اللي هيحصل خلال الايام القادمه في هذا الامر. لان احنا داخلين على مباريات كاس، وبعد مباريات الكاس هنبدا دوري جديد والكلام ده كله. فمن فضل حضراتكم ثقتنا كبيره فيكم، فمن فضل حضراتكم شوفوا المواضيع دي، ولو سمحتوا حد يرد علينا كالعاده. وعلى فكره لما حد بيرد علينا احنا بنكون اول ناس بنقول ان في 1 2 3 حصل، وترد علينا بواحد 2 3، وبنحيي هذا الموضوع. في ماتش السوبر لو تفتكروا كهربا توقف لنهايه الموسم، اتوقف لنهايه الموسم، وبعدين خلوها 10 مباريات يعني تلت موسم. طيب خلينا ننتظر ونشوف ايه اللي هيحصل خلال الايام القادمه، وزي ما قلت لحضراتكم دائما ولكل مقام مقال. طيب ايه تاني هنتكلم فيه النهارده؟ خلينا نشوف ايه اللي هيحصل النهارده. بالمناسبه والحقيقه امبارح او من كام يوم شفنا الاستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري في لفته طيبه جدا جدا، وهو ممثل لكل جمهور نادي الاتحاد وممثل لكل لاعبي نادي الاتحاد، زار كابتن مؤمن زكريا في بيته واداله دعم كبير جدا. النهارده الحقيقه الوزير دكتور اشرف صبحي بيزور مؤمن زكريا ويعني بيديله كل الدعم وبيقف جنبه وبيقول له ان احنا معاك وان الوزاره معاك وان كل الناس واقفه معاك. يعني الحقيقه زياره جيده جدا من الدكتور اشرف صبحي، ولفته طيبه جدا من السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، يجب ان احنا نلقي عليها الضوء برضو في ظل كل هذه الاحداث، ولكن يجب ان نلقي الضوء على امر زي ده. طيب خلينا بقى نروح لاخبارنا النهارده، وده برضو خبر بالنسبه لي. بعد رفض الكاف مشاركة الأربعة الجدد للرجاء بسبب تأخر قيدهم الإفريقي بالإضافة للراحلين مالونجا ورحيمي، والنادي الأهلي قد يحرم من صفقاته والمستبعدين من القائمة المحلية الجديدة والمعارين في لقاء السوبر الإفريقي يوم 24 سبتمبر. فريق النادي الأهلي طبعا يشارك ب 24 لاعب فقط حال رحيل العشرة المرشحين من الخروج من القائمة المحلية للموسم الجديد. والكلام ده برضو احنا اتكلمنا فيه كتير جدا 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 خلال الفترة اللي فاتت، ان فترات القيد يا جماعة هتبقى صعبة جدا مع فترات القيد الافريقية، وبالتالي قد يحرم النادي الاهلي في مباراة السوبر الافريقي بأي صفقة جديدة هيجيبها خلال الفترة اللي جاية. واعتقد كمان مباريات دور ال 32 في دوري الابطال الافريقي، لأن القيد هيبقى في يناير قبل دوري المجموعات. زي ما قلت لحضراتكم الكلام على بطولة الكاس ومواعيد بطولة الكاس، احنا لسه لغاية دلوقتي هي بعض التسريبات اللي خرجت من جانب الاتحاد المصري أو خرجت على السوشيال ميديا، مش عايزين نقول من جانب حد، ولكن بعض التسريبات إن كل الكاس هيخلص قبل يوم 26. قبل يوم 26 من المفترض إن هو يخلص الكاس كله. الاربع مباريات اللي للنادي الاهلي، لو النادي الاهلي كسب المباراه الاولى هيلعب الثانيه، لو كسب الثانيه هيلعب الثالثه، لغايه لما يصل للمباراه النهائيه، وده يعني من المتوقع. وخلي بال حضرتك هو عنده سوبر افريقي، النادي الاهلي عنده سوبر افريقي 24/9 او 26/9، فهيلعب ازاي الكاس؟ ممكن نلعب فريق هنا وفريق هنا، ما عندناش مشكله. فده الخبر الثاني اللي موجود عندي.
ودول اهم خبرين الحقيقه حصلوا النهارده. زي ما قلت لحضراتكم افتخروا بالفريق النادي الاهلي ان شاء الله خلال الفتره القادمه، زي ما سمعتوا كلمه الكابتن محمود الخطيب وهو بيتكلم عن احتفاليه كبيره ستقام للاعبو النادي الاهلي ولكل الابطال اللي موجودين داخل النادي الاهلي. ان شاء الله هتبقى الاحتفاليه دي موجوده، و100% ان شاء الله سوف يتم نقلها على شاشه قناه النادي الاهلي. والحقيقه برضو حاولنا كتير خلال الفتره اللي فاتت ودايما كان الجواب عندنا، لانه الناس دي عندها مسؤوليه، الناس دي عندها مسؤوليه. الفتره اللي فاتت دي بعد مثلا البطوله العشرة قلنا لهم يا جماعه تعالوا محتاجين ضيوف خلال الاسبوع ده كله، قال لك يا جماعه عندنا ماتشات، النادي الاهلي قال عندنا ماتشات. وفعلا حتى لما تيجي تكلم لعيب بصفه شخصيه وتقول له تعالى يقول لك يا كابتن ما انا عندنا ماتشات هنعمل ايه. فحتى احنا ما عرفناش نحتفل مجرد يوم او يومين فقط اللي احتفلنا بيهم بالبطوله التاسعه والعشرة والسوبر الافريقي وبرونزيه كاس العالم لو حضراتكم تتذكروا، حاجات كلها كانت في يوم او يومين نظرا لتلاحم المباريات كلها ورا بعض. بس ان شاء الله الاحتفاليه الكبيره القادمه ان شاء الله احتفاليه تليق بكل الابطال داخل النادي الاهلي، وان شاء الله تنقل على شاشه قناه النادي الاهلي. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هيكون عندي الفقره الثانيه، النجم الكبير كابتن خالد جدله هيكون معايا في حوار مهم جدا عن النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي. بعد هذا الفاصل النجم الكبير كابتن خالد جدله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير واحد نجوم عصر ذهبي كبير جدا وطويل جدا داخل النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن خالد جدله. ازيك كابتن خالد؟ كابتن اسلام ازيك؟ الحمد لله كله تمام، منور بيك. انا سعيد ان انا موجود معاك. انا سعيد ان حضرتك تكون معايا وشرف لينا كابتن. ربنا يخليك كابتن. ربنا يخليك. خليني ابدا مع حضرتك بكلمه الكابتن محمود الخطيب امبارح الحقيقه في ارض الملعب مع اللاعبين. اعتقد ان الكلمه دي زي ما احنا اتكلمنا في البدايه ان هي قد تكون لها تاثير كبير على القادم يا كابتن خالد. طبعا امبارح كابتن محمود الخطيب طبعا عايز اقدم له كل التحيه والشكر والتقدير. لان لما يكون رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والاب بالنسبه للعيبه ينزل الملعب بعد انتهاء المباراه ويتكلم معاهم بهذا الاسلوب، بيحاول ان هو يحميهم من اي كلام هيتقال، من اي كلام في السوشيال ميديا. عايز ياخدهم في حضنه وعايز يحسسهم، يديهم كم كبير جدا من الثقه وحسسهم بامكانياتهم العاليه. قال لهم انتوا احسن لعيبه مش في مصر بس، في افريقيا. ودي حقيقه، فرقه النادي الاهلي من الفرقه القويه جدا ومن احسن الفرق على مستوى القاره الافريقيه. أيوه. التوقيت بتاع الكلام والرسائل اللي اداها الكابتن محمود الخطيب للعيبه ولكل الناس ان كم البطولات اللي هذا الجيل المحترم اللي قدر ان هو ياخدها خلال الموسم اللي فات، زي ما انت اتكلمت في بدايه الحلقه، بطولتين. أيوه. افريقيا سوبر افريقي، كاس مصر، ثالث برونزيه كاس العالم انديه العالم. فدي انجازات كبيره جدا جدا جدا. لما يحصل اخفاق بسيط في بطوله الحمد لله احنا معديين ال 40، انا مش عارف 42 43 42 42 بطوله دوري عام، لما يحصل ان في مره وده وارد في كره القدم ان تبعد عننا لاسباب كتيره جدا ممكن ما تكونش متعلقه بينا، ممكن تكون اسباب انا بقول عليها مؤثرات خارجيه. ايه هي المؤثرات الخارجيه؟ ضغط الماتشات الرهيب اللي هو ما حصلش في اي دوله في العالم. أيوة. ما شفناش في دوله في العالم كم المباريات وضغط المباريات اللي تعرض ليها اللعيبه هذا في موسمين متلاحقين مع بعض. مظبوط. نمره 2 الحكام. ايوه. بعض الاخطاء اثرت علينا بالسلب في بعض المباريات. ايوه. وكنت بسمعك وانت بتتكلم على الفار وناس بتقول احنا كسبنا وما كانش فيه فار والكلام ده. للاسف الشديد يا كابتن خالد الاهداف اللي اتلغت في وجود الفار دي والبطولات اللي احنا واخدينها وكان فيه فار، بس ده كلام يعني للاسف يا كابتن الناس الحقيقه بتقول معلومات خاطئه، خاطئه فعلا وكذب. يعني الكلام ده مش صحيح وفي ناس ممكن تصدقها وتسمع. بالظبط. لكن الحمد لله جمهور النادي الاهلي زي ما حضرتك عارف طبعا، وزي ما حضرتك دايما بتكون وبتقول دايما ان جمهور النادي الاهلي واعي وعارف كويس جدا طبعًا كم المغالطات اللي بتحصل خلال هذه الفتره. بالظبط. فيعني كابتن خطيب امبارح بصراحه الكلمه بتاعته انا وانا بسمعه وهو بيتكلم اثرت فيا جدا. وبرضه نفتكر هذا الكلام وهذه القعده دي باذن الله هتكون السبب بلعبتنا وفرقتنا وجهازنا الفني والاداري باذن الله. أيوه. في حصد البطولات اللي جايه باذن الله تعالى، في بطولات كتير جايه زي ما كابتن الخطيب قال، احنا داخلين على سوبر كمان شهر، سوبر افريقي، رايحين كاس العالم للانديه،
كل الانجازات. يعني الاخفاق اللي حصل دون او سوء البخت اللي حصل لنا، لان احنا البطوله دي برضو احنا خسرناها يمكن في ثلاث ماتشات. ايوه عدم توفيق، قله شويه تركيز مننا، ودي برضو انا ارجعها ان ممكن اللعيبه حسوا ان هم جالهم حاله من التشبع من كم البطولات. هو زي ما دايما بنقول يا كابتن ان كان هناك اجهاد ذهني كبير جدا جدا طبعا، وبدني طبعا وذهني تمام. ولكن طبعا ده لا يمنع ان هناك بعض الاخطاء الفنيه الواضحه للجميع، يعني يمكن من المرات القليله جدا اللي بيخش فينا اهداف كتيره هذا الموسم. هي قله التركيز يعني، هو ودايما لعيب الكوره لما بيبقى مجهد ذهنيا تركيزه بيقل، وده كان واضح في الاهداف اللي كانت بتيجي فينا بالذات من كرات ثابته. مظبوط. فالكلام بتاع كابتن الخطيب هيبقى احد الدوافع واحد النقاط المهمه جدا اللي باذن الله هتدفع الفرقه ان احنا باذن الله نحصد البطولات اللي جايه باذن الله تعالى. ازاي هتعمل كده يا كابتن في ظل تلاحق وتلاحم المواسم ورا بعض؟ بمعنى احنا السنه اللي فاتت ما ريحناش ما بين الموسمين يعني. بالظبط. بعدين السنه دي انت عندك ان شاء الله اخر مباراه يوم الجمعه، هتلعب 10 لعيبه تقريبا او 9 لاعبين هيروحوا منتخب مصر. وبالتالي هم القوام الرئيسي للنادي الاهلي. هيرجعوا من كاس من منتخبنا الوطني، هيلعبوا في كاس مصر بناء على التسريبات اللي انا ما اعرفش اللي هي صحيحه ولا خاطئه. وبعد كده هتلعب الدوري، هتلعب السوبر الافريقي يوم 24، وبعد كده تلعب الدوري الجديد. طب ايه يا كابتن ازاي هتقدر تعمل كده في ظل تلاحم هذا التلاحم الشديد جدا؟ يعني اللعيبه حتى مش هتلحق تريح 4-5 ايام، في لعيبه 10 لاعبين مش هيلحقوا يريحوا يومين ثلاثه. طبعا. واللعيبه اللي بتروح منتخب مصر دايما منتخبات مصر القوام الاساسي هو لعيبه النادي الاهلي. مظبوط. ودي المسؤوليه الوطنيه اللي بيقوم بيها النادي الاهلي تجاه البلد. مظبوط. ولكن الفتره اللي جايه مش هينفع اللجنه الثلاثيه كاس مصر تضغط فيه ماتشات عشان تتلعب، مش هينفع الكلام ده. انا اعتقد انا شفت كابتن سيد عبد الحفيظ في تصريح لي معاك برضو من يومين او حاجه، قال ان مش هينفع الكلام اللي حصل قبل كده يحصل تاني، ان انت تضغط لي ماتشات في بطوله وعندي بطوله تانيه ممكن يتاثر عليا في البطولتين اللي جايين نتيجه ضغط ماتشات ولاعيبه كم كبير هيكونوا في منتخب مصر. انا متهيألي لا، هتكون في وقفه جامده. طبعا صعب جدا يا كابتن. انا الحقيقه مش متخيل الله يكون في عون اللاعبين في ذلك الوقت. طبعا. ومن المفترض ان انت تلعب. طبعا ما هو انت ممكن لا قدر الله تلعب مباراه ويحصل لا قدر الله حاجه، ولكن في كاس مصر يعني، ولكن انت افرض كسبت. ايوه كسبت كام؟ ده المتوقع باذن الله. تكسب هتلعب أيوه. 4 مباريات قبل السوبر الافريقي. قبل السوبر الافريقي في اقل من 10 ايام او 12 يوم بعد الضغط الرهيب دون. لا استحاله بدنيا فنان. لا ولا لو ده ممكن حضرتك قول لنا. ولا بدنيا ما ينفعش، ذهنيا ما ينفعش. غير بقى لو هم عايزين يعملوا اي حاجه في دماغهم، بس ده برضه مش هيتم. يعني باذن الله ان احنا نضغط، لا مش هيتم باذن الله في الفتره اللي جايه. انا بس وكابتن الخطيب وهو بيكلم اللعيبه بتاعتنا، انا يا ريت مخرجنا يجيب اللقط نشوف وش اللعيبه كم بقى التركيز والدوافع الجديده. كده اللقطه يا سمير لو سمحت. الدوافع الجديده اللي اتخلقت نتيجه كلام كابتن محمود ليهم باين على وشوشهم، باين الاصرار وباين التركيز. بص حضرتك على وشوش اللعيبه، كابتن محمود طبعا بيتكلم، شوف وشوش اللعيبه، شوف كم التركيز وكم الزعل. يعني شوف هم زعلانين جدا، يعني هم حاسين بمسؤوليه وحاسين ان هم في حاجه راحت منهم كنا متعودين ان احنا ناخدها عشان يفرحوا جمهورهم، ولكن لاسباب كتير قوي راحت. انما انا شايف ان كلام الكابتن محمود التوقيت بتاعه كمان مهم جدا، وعلى فكره التوقيت ده ما يعملوش غير الكابتن الخطيب. يعني ما هو كان ممكن اي حد تاني الكابتن الخطيب يتكلم تاني يوم او يقعد معاهم تاني يوم. صح. لا ده هو في وقتها التوقيت مهم جدا، لان هو طبعا اسطوره كره القدم في مصر وفي العالم العربي. عرف امتى يتكلم وعرف امتى ان اللعيبه دي محتاجه الكلام دلوقتي ومحتاجه الثقه ومحتاجه الحمايه، وانزل لهم الملعب بيكلمهم قدام الناس سواء الاعلام او في الملعب قدام الجماهير. والحقيقه انا الحقيقه مش متصور ان انت يعني مش متصور، انا عارف اللي جوه الواحد بيبقى ايه، جوه الاهلاويه بيبقى ايه، ولكن انت من 2004 ل 2021 انت خسرت 2 دوري. ايوه حضرتك متخيل؟ 2014 2015 و 2021 2020 2021 بطولتين. يعني بس انت خسرت بطولتين دوري. ايوه يعني تخيل حضرتك اللي بيحصل ده كله والزعل اللي جوه الاهلاويه وده كله علشان انت خسرت
بطولتين ما احتفظتش ببطوله الدوري للمره السادسه على التوالي. بالظبط. تخيل حضرتك يعني انا الحقيقه جمهور النادي الاهلي واخد على البطولات واخد على المكسب، بيزعل لما بيخسر، ولكن الوقت ده والبطوله دي ليها مؤثرات خارجيه اثرت علينا. ايوه. وبعدين مش هينفع، ما فيش نادي في على مستوى العالم أو احسن نادي في العالم، ريال مدريد، برشلونه، ليفربول، مانشستر سيتي، اي نادي مش هينفع ياخد كل البطولات، ما بتحصلش، لان كره القدم ما فيهاش حاجات طبعًا ثوابت طبعًا، كلها متغيرات طبعًا. فلما تيجي خلال سنتين تخش في ست بطولات تكسب خمسه وتخسر واحده وبتبقى بتنافس عليها لغايه الرمق الاخير، ده مش انجاز، انجاز ما بعده انجاز. أي. زي ما الجيل دون عمل انجازات ما بعدها انجازات. يعني بصراحه جيل من احسن اللعيبه اللي موجوده على المستوى المحلي والمستوى الافريقي، وباذن الله الاخفاق البطوله اللي راحت دي هتبقى دافع كبير جدا ان احنا نقعد خمس سنين نحصد في البطولات باذن الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. خلال الفتره اللي فاتت وحضرتك دايما متابع لمباريات النادي الاهلي، شايف لعيبه النادي الاهلي، مش عايز اقول لحضرتك وصلوا للتوب فورم ولا يعني، من وجهه نظرك شايفهم ازاي؟ لا شايفهم هم يمكن، معلش يعني انا هقول حاجه، اتفضل، يمكن هم فكروا في الدوري باسلوب في الاخر اقل شويه، افتكروا ان البطوله سهله، سهله بالنسبه لنا. واحنا فعلا احنا امكانياتنا اعلى، فرقه النادي الاهلي امكانياتها اعلى من اي حد. أيوه. على المستوى المحلي، فهم يمكن فكروا ان يعني ركزوا في بطوله افريقيا، سوبر افريقي، كاس عالم الانديه، بطوله الدوري هم ممكن يكونوا فكروا ان العمليه هتبقى سهله شويه. ايوه. توفيق شويه بعد، مؤثرات خارجيه، ضغط الماتشات مع الحكام والاخطاء اللي حصلت، ممكن تكون عن قصد او غير قصد، ولكنها حصلت، اثرت طبعا بالسلب في بعض المباريات في بعض النتائج. لان احنا يعني انا كنت متوقع ان البطوله لا بتاعتنا، وان احنا هنفرق، هناخد البطوله بفرق 2 بونت، ولكن برضو الكره مش عايزه تيجي ناحيتنا ساعات. هي. الكره كده يعني طبعا. ساعات انت بتحس بيها، لا الكره مش يعني عايزه يعني. يا كابتن معلش عشان الجمهور يفهم التوفيق يعني. حته التوفيق ساعات لما يبقى في توفيق، لا بتلاقي كل حاجه انت بتعملها بتبقى موفق فيها، فرصه جات لك بتجيبها جون، بتجيبها جون يعني. بتكسب الماتش يعني، الظروف كلها حتى الظروف الخارجيه تبقى في صالحك. أيوه. ولكن في الفتره الاخيره بالذات في اخر 10 ماتشات، في اخر 10 ماتشات في الدوري، هو هنا حصل حاله من التشبع بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، فقدوا التركيز شويه، والتوفيق بعد عننا شويه. ايوه. دي من الحاجات، زائد الاخطاء التحكيميه. الاخطاء الخارجيه تمام، لكن احنا بالنسبه لاخطاء نحن بقى، خلينا نتكلم عن اخطاء نحن الداخليه. اول حاجه قله التركيز. نمره 2، انا وقفت عند حاجه انا ما فهمتهاش. ايوه. يعني بس هقولها، لان هو لا. احنا لازم يعني مش هتبقى حاجه وحشه ان احنا نقول اخطانا يعني طبعا، او التفكير. المنتخب الاولمبي وهو بيلعب البرازيل، واحنا بنلعب البرازيل، الماتش ده كان يوم سبت. ايوه. هنكسب هنكمل، صح، هنخسر هنرجع، مظبوط. الفرقه خدت اجازه 4 ايام او 3 ايام، لا 3 لـ4. قبل الماتش، قبل ماتش الأهلي. البرازيل، فرقه النادي الاهلي. اوكي. توقيت الاجازه، ان انا ادي اجازه وانا لسه مش عارف المنتخب هيرجع ولا هيكمل، كان لازم نستنى شويه، عشان لو خسرنا من البرازيل زي ما حصل، ايوه، هنرجع، يبقى كان ممكن الاجازه تتاجل شويه. بس حضرتك كنت ساعتها لعبنا 4 مع سيراميكا كيلوباترا، كسبنا، عملنا ماتش كويس، اللعيبه ريحت من 3 لـ4 ايام. هي لا 3 لـ4، دي وقت طويل، راحه سلبيه، وقت طويل ما بين الماتشات. اوكي. تمام. جينا لعبنا سيراميكا كليوباترا، عملنا ماتش كويس وادينا بشكل كويس، ولكن بشكل كويس من المخزون اللي عند اللعيبه الداخليه. لعبت البنك الاهلي بعديها تعادلت، لعبنا الاسماعيلي، ولا لا مش البنك، لعبنا الاسماعيلي. الاسماعيلي. الاسماعيلي بعدي. حصل هنا الدروب. في ماتش الاسماعيلي حصل الدروب. ايوه. فانا الحته دي انا حتى يعني لما عرفت ان الفرقه اخذت اجازه وبنلعب، ممكن اتناقش معاك في النقطه دي تحديدا. طبعا. اتفضل. النقطه دي تحديدا يا كابتن، ما هو ممكن نقول ايه، حضرتك كنت لسه بتتكلم عن الاجهاد. ايوه. وبالتالي انا لما ادي 4 ايام اجازه انا محتاج اللعيبه بتاعتي تريح. وخلي بال حضرتك، انت فاكر لما موسيماني ادى اجازه 6 ايام او 7 ايام قبل نهائي افريقيا؟ اوكي. والناس كلها قالت لك لا ما ينفعش وكده، اتضح ان حتى كان الكابتن سيد عبد الحفيظ معايا. أيوه. بعد السوبر الافريقي. ايوه. ان الكابتن سيد عبد الحفيظ معايا هنا على الهواء. ايوه.
وقال لي احنا قلنا للعيبه ياخدوا يومين راحه سلبيه او ثلاث ايام راحه سلبيه تمام وبعد كده يبتدوا يشتغلوا في الجيم بحاجات معينه احنا قايلينها لهم تمام. مع تمرينات معينه تتعمل بحيث ان هو يحافظ على وبالفعل ده اللي تم وكان شكل النادي الاهلي كويس جدا في الست ايام اللي هم خدوه اجازه قبل ماتش أيوه كان مزبوط. الترجي كان قبل ماتش الترجي مش فاكر الترجي ولا كان الترجي تيالي بس يا كابتن اسلام في فرق بين الراحه السلبيه انا ممكن استريح واستعيد شفائي بدون ما اريح راحه سلبيه ايوه لا بالعكس ده الاستشفاء هيبقى احسن لي من ان انا اريح خالص ان انا لو بروح النادي بعمل عمليات الاستشفاء ومتهيألي يعني النادي فيه اجهزه على اعلى مستوى النادي أيوه. زي اللعيبة استعيد شفاء أيوه. انما الراحه السلبيه دي لا مش يعني حتى في علم التدريب الرياضي 3 4 ايام راحه سلبيه لا انت بتفقد تقريبا من 60 ل 70% من مخزونك البدني تمام دي نمره واحد نمره اثنين قله التركيز نتيجه التشبع من البطولات اوكي يعني من كتر الماتشات وكتر المكسب وكتر البطولات حصل عمليه تشبع بالنسبه للعيبه وابتدوا يفكروا ان بطوله الدوري بطوله سهله هناخدها التفكير ده اكيد كان موجود لان طالما التركيز قل يبقى انت مش مهتم قوي او نازل عارف ان انت هتكسب فهي فتره من الفترات في الاخر بالذات في اخر خمس ست ماتشات وضحت جدا النقطه دي النقطه الثالثه برضو في لعيبه غايبه عنها الدوافع دوافع جديده ازاي ان انا اخلق لنفسي دوافع جديده بحيث ان انا اتكلم عن النقطه دي اطلع كل اللي عندي ما هو لعيب الكوره لما بيحصل بيهدى شويه لا كل ما يهدى لازم تدي له دافع جديد كلام الكابتن محمود الخطيب ده انا بقول لك باذن الله تعالى من هيبقى من اكتر حاجه هتدي دوافع للعيبه مش سنه البطولات اللي جايه دي وقدام كمان شويه ايوه ليه؟ لأن أنت لازم كل شوية تخلق دوافع جديدة بالنسبة للعيب، اللعيب المصري دايماً كل ما بيعمل حاجة كويسة بيهدى شوية. بس أنت عملت خمس ست حاجات يعني بالظبط حاجة واحدة يعني خمس ست حاجات لازم بين كل حاجة لا أنا لا أبرر عدم التركيز ولكن أنا بقول لحضرتك إن الموضوع يعني صعب برضو يا كابتن إن أنا أخلق دوافع جديدة بعد خمس بطولات أو ست بطولات ولا لا ده كل يوم حتى في التمرين لازم تخلق دوافع جديده هي بتبقى يعني مش دوافع بمعنى ان لازم حاجه جديده لازم لعيب الكوره كل يوم حتى في تغيير الوحدات التدريبيه كل ما بيديد حاجات جديده كل ما بتغير كل ما هو ما بيشوفش اللي خده امبارح بيلاقيه اتغير فبيبقى عنده شغف على التمرين ده على جزئيه مثلا التمرين أوكي. بالنسبه للماتشات بالنسبه للبطولات لازم يكون في دوافع جديده بتخلق للعيبه بحيث ان هي ايه ما تكسلش شويه حاجه ثانيه في النقطه دي التوفيق والمؤثرات الخارجيه زي ما قلت لك خلينا نتكلم في اللي يخصنا احنا بقى هي يخص الفريق الحاجات دي استغلال الفرص ازاي ان انا ما ادخلش الفريق اللي بيلعب قدامي ادخله معايا في الجيم انا النادي الاهلي لازم من الاول اضغط اكسب خلاص الماتش اتفتح هجيب جوان تاني زياده الدنيا بتتغير أيوة. غير لما امشي على مهلي وبعدين اسيب الدنيا وبعدين ممكن يجي فيا جون ما اقدرش اعوضه او ابذل مجهود زياده عشان اعوضه واكسب فاحنا دايما النادي الاهلي متعود ان هو الفعل وليس رد الفعل على طول من الاول هو بيضغط في نص ملعب الفريق المنافس ايا ما كان لان امكانيات اللعيبه اللي عندها تسمح بذلك وان انت تخلص كل ما تخلص الماتش بدري خلاص الجيمات بتفتح بدل ما فرقه بتلعب قدامك بتدافع 90 دقيقه تلاقيش مساحات والهدف بالنسبه لاي فريق بيلعبك عايز ياخد النقطه لما يجيب في جون بدري الماتش بيتفتح وتقدر امكانيات فرقتك تبان طيب التدعيمات اللي المفروض تحصل بقى خلال الفتره القادمه من وجهه نظرك في النادي الاهلي احنا سامعين حتى الان لم يتاكد شيء ان هناك بعض اللاعبين هيخرجوا من النادي الاهلي وبعض اللاعبين هيكونوا قادمين للنادي الاهلي من وجهه نظرك التدعيمات اللي محتاجها النادي الاهلي اللاعبين اللي ممكن او المراكز اللي ممكن ينتظرها النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه هو برضو انا عايز يعني ايه نتكلم على كابتن محمود خطيب ولجنه التخطيط طبعا ودورهم الكبير قوي في بناء هذا الفريق ما هم اللي دعموا الفرقه دي وهم اللي جابوا اللعيبه دي اللي هي بقت نجوم واكتر من نجوم أيوه. فهم قادرين هم اكتر ناس اكتر مننا عارفين ايه اللي الفرقه محتاجاه وايه التدعيمات اللي ممكن يجيبوها ولكن انا هعلق على الاثنين اللعيبه اللي احنا تعاقدنا معاهم بتاع سيمبا هو لسه حتى الان لم يتم الاعلان رسميا لسه يعني انما لو باذن الله
هيتم الاعلان رسميا لاتنين لعيبه هيكونوا اضافه كبيره جدا. وبرضو انا يعني كلاعب سابق او من الجمهور دلوقتي واحنا بنتفرج، اشكر كابتن محمود الخطيب اللي هو المشرف عام على الكوره واللي هو مسؤول عن الكوره تمام، ورئيس النادي طبعا، ولجنه التخطيط في اختيارها للعيبه بتدعيم المراكز اللي ناقصها في الفرقه يعني. ايوه، ولكن حضرتك مع التدعيم، لانه البعض يقول لك ايه بسم الله ما شاء الله يعني ان الفريق متكامل والفريق كويس وبتاع، لكن حضرتك مع التدعيم؟ اي اضافه هتزيد اي اضافه طبعا انا معاه. يعني اللي انا هجيبه لازم يكون احسن من اللي عندي، مش زيه، لازم يكون هيديني ميزه او هيبقى اضافه هيضيفها لي مش موجوده عندي. وحضرتك بتتفرج على المباريات، انا مثلا لو لعيب وله دوري انتهى العب مباراه اسوان ازاي اللي جايه؟ اللي جايه النادي الاهلي يعني يلعب مباراه بنفس الفكر، ايا كان اللي هيلعب، حتى لو مستر موسيماني هيريح ناس وهيدي فرص للناس، الناس تنزل بنفس اسلوب النادي الاهلي اللي بيلعب بيه، ازاي اضغط من نص ملعب الفرقه اللي قدام، ازاي اخلص الماتش بدري، وازاي اكسب، وازاي لو جبت جون اجيب اثنين وثلاثه. انا هقول لك حاجه يا كابتن اسلام، مره كنا باللاعب في الدوري العام، ممكن يكون موسم 84 85 نادي الترسانة، كابتن طارق سليم الله يرحمه كان هو زي مدير الكوره، لعبنا الشوط الاولاني كسبانين 3-0 وفرقه الترسانة ما عدتش نص الملعب، يعني مش فاكر مين كان واقف جون ثابت، فرقه الترسانة ما عدتش نص الملعب وجبنا 3 جوان، ما وصلوش للجون بتاعنا يعني خالص، وكسبانين 3-0 وطالعين الشوط الاول خلاص الماتش خلص يعني. اول ما دخلنا الاوضه كابتن طارق سليم زعق لنا، بيزعق انتوا ايه والدلع دون، انتوا مش عارف ايه الماتش، مش واحنا كسبانين 3-0 وفرقه الترسانه ما عدتش نص الملعب. فهو ده النادي الاهلي، هو ده اسلوب النادي الاهلي من الاجيال اللي قبلينا وبعدين احنا واللي بعدينا. فيوم الجمعه ماتش اسوان فرقه نزلت ملهاش اي، انما احنا النادي الاهلي اسمنا النادي الاهلي، لازم ننزل نلعب بنفس الاسلوب اللي احنا متعودين نشوف فرقه النادي الاهلي الفانيلا الحمراء بتلعب بيه، فلازم يضغطوا من الاول ولازم يكسبوا، ولازم كل واحد يبقى عنده دافع، لو انا ما كنتش بلعب اهي فرصه عشان اوري عشان نفسي ألعب. عشان العب واوري نفسي، لان الفتره اللي جايه ممكن تبقى فتره حرجه في ده يقعد ده مش محتاجينه ده، فكل واحد لازم يثبت نفسه. عموما هنكمل كلامنا وهنسال كابتن خالد عن موسيماني وتقييمه لموسيماني خلال 8 شهور او 9 شهور منذ بدايه عمله كمدير فني وحتى الان. نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نسال كابتن خالد عن موسيماني وتقييمه لبيتسو موسيماني. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن خالد، تقييمك بقى لبيتسو موسيماني وجهازه الفني خلال 8 شهور او 9 شهور من العمل مع النادي الاهلي كمدير فني، كاول مدير فني افريقي يكون متواجد في النادي الاهلي، 6-7 بطولات او 6 بطولات، خد 5 وخسر 1 وبرونزيه كاس العالم. لا يعني احنا لو هنيجي نتكلم على مستر بيتسو موسيماني، طبعا هو مدير فني ناجح بكل المقاييس. طيب. البطولات اللي دخل فيها كلها اخذها، شكل فرقه النادي الاهلي شكل كويس جدا، الاداء الفردي والجماعي بالنسبه للاعبين كان على اعلى مستوى، واكبر دليل على كده ان احنا قدرنا ناخد البطولات اللي اشتركنا فيها. طيب. فطبعا تقييمنا لبيتسو موسيماني يعني هنقول ايه، مدير فني كبير بيقرا الماتشات، كوتش كبير بيقرا الماتشات كويس. يمكن في بعض الاحيان الظروف لما بتبقى معاكسه شويه يعني، وده وضع طبيعي. ممكن ان هو في تغيير في مره، لا هو المدير، ولكن في المجمل لا طبعا مدير فني كبير وناجح بنسبه 99%. المدير الفني برضه يا كابتن بيجهد ذهنيا وبدنيا وكل حاجه يعني، طبعاً عشان الناس ممكن تكون بيجهد، هو كفايه التفكير في في تشكيل الفرقه، في اعداد الفرقه، في التغيير، في قرايه الماتش، لو هو واقف وذهنه مش صافي في حاجه هو بيفكر فيها بتأثر عليه. لازم يكون المدير الفني ذهنه صافي، ما فيش اي ضغوط عليه، على اساس يقدر يقرا الماتشات كويس ويقدر يغير ويعمل تغييرات. فبرضو انا نقدم الشكر للكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط على اختيار موسيماني. ما انت اخترت، كانت مخاطره كبيره في الاول، مخاطره، ولكن طبعا ثقه في عينيهم هم. أيوة. وفي دراستهم لامكانيات موسيماني ومتابعته، لان انت برضو صعب قوي ان انت تجيب مدرب افريقي وينجح. ايوه، هم جابوا مدرب افريقي ونجح، كسب بطولتين، لان هو يعرف
كل الفرق على مستوى افريقيا مظهور. اللي انت بتلعبها، فدي كانت طبعا. وفكره كمان يا كابتن ان هو اندمج بسرعه جوه الثقافه المصريه والجمهور الاهلاوي اعتقد ان ده برده مش اي حد يعمل لا كده. طبعا هو واضح ان شخصيته هو طيب، يعني هو واضح ان هو شخصيته طيب جدا وعشري جدا، تعلق باللعيبه وبالجهاز وتعلق بالبلد وتعلق بمجلس اداره والكابتن محمود الخطيب، يعني هو حابب النادي الاهلي حب الاجواء. وانا يمكن شفت له تصريح مره قال لك انا بحمد ربنا ان انا موجود في النادي الاهلي. اذا كان موسيماني بقى بيقول كده ما بالك اللعيبه بقى اللي موجوده هتقول ايه. فطبعا نعمه النادي الاهلي نعمه كبيره جدا، لازم على كل واحد موجود جوه النادي الاهلي يصون هذه النعمه. يعني انا سالت حضرتك السؤال ده ليه؟ لانه في بعض المدربين الاجانب اللي جم مصر الحقيقه ما قدروش ان هم يتاقلموا مع الموضوع، بالتالي ده يحسب برضو البيتسو طبعا. وهو مبسوط جدا، يعني انا معلوماتي ان هو متاقلم جدا ومبسوط جدا بمصر وسعيد جدا بوجوده في النادي الاهلي، فدي برضو حاجه من الحاجات الكويسه ان انت تجيب مدير فني ليه اسم وخبره ويقدر يتعايش ويقدر يتاقلم في العيشه جوه مصر. في العيشه. طيب الجهاز الفني ودور بيتسو موسيماني واضح جدا، ولكن بقيه الجهاز كابتن سامي قمصان بقيه المدربين اللي موجودين معاه من وجهه نظرك حضرتك برضو شايفهم ازاي؟ لان الحقيقه كابتن سامي قمصان ودوره الكبير، وبعد كده هبقى ارجع بقى اتكلم على الاداره وكابتن سيد عبد الحفيظ. لا سامي طبعا يعني كابتن سامي من المدربين كويسين جدا الواعدين جدا. أيوة. مخه كويس فكره كويس برضه، هو كوتش كويس يعني هو بيقرا الملعب كويس، عنده امكانيات فنيه محترم. فسامي طبعا من الكوادر كمان اللي اكتشفها النادي الاهلي. ايوه. وفعلا هو قد المسؤوليه ويستحق ان هو يكون في هذا المكان. يعني امكانيات فنيه عاليه، بيقرا الملعب بشكل كويس جدا، ويمكن في الفتره الاخيره كنا واحنا بنتابع الماتشات واحنا بنتفرج كنا بنشوف تدخلاته الفنيه مع موسيماني بيروح له يساله مظبوط طبعا، ودي مش من فراغ. الثقه لما تيجي من المدير الفني ان هو يسمع للمساعد بتاعه دي ما بيجيش من فراغ. مظبوط. يبقى اكيد المدير الفني مقيم امكانيات سامي، هو امكانياته الفنيه كبيره. فطبعا يستحق ان هو يكون موجود. هل من الممكن ان احنا نشوف بيتسو موسيماني قبل ما اروح للاداره نشوف بيتسو موسيماني ان هو يغير من طريقه اللعب في الموسم اللي جاي؟ بمعنى احنا بنشوفه ان هو يعني لعب بيلعب بطريقه معتاده 4-2-3-1، شكل الطريقه يعني 4-2-3-1، في بعض المباريات المهمه بيلعب 4-3-3. هل ممكن يغير طريقته تماما خلال الموسم القادم؟ لان انا شفت برضو كابتن ما اعرفش حضرتك رايك ايه، عنده مرونه حتى في اماكن اللاعبين، يعني بتلاقي طاهر ناحيه الشمال شويه وناحيه اليمين شويه، حسين نفس الكلام، اكرم توفيق جابه من وسط الملعب حطه ناحيه اليمين، رامي ربيعه شويه لعب ناحيه اليمين، لاعب احمد حسن كوكا اللاعب الناشئ الصغير لاعبه حطه ناحيه باك ليفت وهو بيلعب في نص الملعب، وبالتالي المرونه دي موجوده عنده. ايوه. فهل ممكن نشوف تغيرات في شكل الطريقه خلال الفتره اللي جايه؟ اكيد هنشوف، لان هي امكانيات لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده تساعد اي مدير فني ان هو يختار الطريقه ويغير في طرق اللعب. تمام، حسب كل ماتش هو بيلعبه، حسب قوه المنافس او ضعفه. بس هو بيبقى ليه في الاخر سقف معين او يعني بالزبط. لا شكل معين للفرقه، يعني دايما احنا بنلعب 4-2-3-1. ايوه. ولكن في بعض المباريات القليله 4-3-3 كذا كذا، هل ده ممكن بقى يغير الشكل العام اساسا؟ بمعنى هل ممكن يروح ل 3-4-3 ل 5-3-2 3-5 كده؟ لا انا لا 5-3-2 لا. يعني دي بعيده شويه. و 3-4-3 برضو بعيده شويه، ولكن الطرق اللي هو ممكن ان هو يغير فيها ويستخدمها والامكانيات اللعيبه بتاعتنا تساعده على ذلك، ال 4-2-3-1 4-3-2-1 4-3-3 يعني في النهايه 4 ورا 4-4-2 طبعا. طبعا 4 ورا. هو يمكن يعني حته الخمسه ورا والثلاثه ورا دي المديرين الفنيين اللي بيلجأوا ليها بيبقى عايز يستحوذ على الكوره من تحت. أوكي. يعني يبقى ضامن ان الكوره ما بين الثلاثه السرد باكات لما بيفتحوا بعرض الملعب عند بناء اي هجمه يقدروا يبقى فيه ان هم يستحوذوا على الكوره ويقدروا يبنوا الهجمه من تحت كويس. ايوه. ليه؟ ودايما كل الفرق اللي هتلاقيها كده هتلاقي عندها في نص الملعب ما عندهاش صانع العاب. ايوه. مفيش صانع العاب، لان انت لو عندك صانع العاب في نص الملعب خلاص هيقدر يعمل لك الدور ده بس من قدام. ولكن الفرق اللي بتلعب ثلاثه، يعني المنتخب الاولمبي بتاعنا في الاولمبياد كنا بنلعب ثلاثه ثلاثه صح،
وكانوا بيعملوا الحته دي كويس، كان الونش وحجازي واسامه جلال. أيوة. في حته بناء الهجمه. أوكي. ليه؟ لان احنا ما كانش عندنا حد في نص الملعب كبلاي ميكر يقدر ان هو يستلم الكوره ويلعب الناس. فهي بتبقى كده، انما احنا في النادي الاهلي لا، ما عندنا ناس في نص الملعب يقدروا يقوموا بالشكل كويس. وولتر بواليا هل خد فتره كافيه للحكم عليه خلال الفتره اللي فاتت؟ انا من وجهه نظري كان محتاج ماتشات اكتر. يعني كان محتاج انه يلعب اكتر، لان في فراوده كابتن اسلام اللي بيجيبها الماتشات اللعب، وفي كل لما يبعد كل لما يبقى بعيد بقى قوي عن مستواه. لازم تبقى رجله في الملعب على طول. بواليا من النوعيه دي، ان هو عايز على طول رجليه في الملعب. كل ما هيلعب كل ما هيبقى كويس، ويمكن في الفتره الاخرانيه لما ابتدى يلعب ابتدى يجيب اجوان وابتدى شكله يبقى شويه كويس. أيوة. ولكن كان محتاج شويه استمراريه، ولكن تالق محمد شريف طبعا ما هو بالظبط. انت يعني كراجل يعني مدير فني كبير وشفت ازاي توازن، يعني انا عندي لعيب بيجيب كل ماتش جول. ايوه. وجايب 19 جول. ايوه. اعمل ايه عشان الاعب التاني؟ اغير طريقه اللعب، العب براسين حرب. يعني بدل ما نلعب 4-3-3 مثلا يبقى في راسين حربه. اوكي. ويبقى ان انا لو عايز ان انا شايف ان انا عايز استفيد من بواليا اكتر من كده. وكان بيعمل كده لما في المباريات اللي بيبقى بيتعادل فيها او بالظبط بيعمل كده هو. انما طبعا محمد شريف التالق بتاعه حاجه بسم الله ما شاء الله. ما ينفعش دلوقتي واحد متالق وبيجيب اهداف تقعده. لا ما ينفعش طبعا. خالص. لا يعني هي كانت الحاجه الوحيده ان هما الاثنين يعني بواليا يلعب مع محمد شريف. تلعب براسين حربه. أيوة. وبرده حته تحركات راسين حربه انت ممكن يضطر يعني يبقى واحد بيتطرف يبقى الثاني يعني ليها تحركات وليها فهم، ولكن أيوة. طبعا التالق الكبير اللي عمله محمد شريف حاجه بسم الله ما شاء الله، ربنا يشفيه ويرجع بالسلامه من ورجع الحمد لله الماتش اللي فات. الحمد لله. لعيب سوبر يعني. برده يا كابتن عايز اخد حضرتك للحته الدفاعيه، لانه انا الحقيقه عندي هاجس من الناحيه الدفاعيه تحديدا. ليه؟ لانه انا دايما بحب لما اجي اتكلم بالارقام. أيوة. يمكن من المواسم اللي مش كويسه للنادي الاهلي في من الناحيه الدفاعيه. من الناحيه الدفاعيه على الرغم ان انت لما تيجي تتكلم عن محمد الشناوي احسن حارس في مصر طبعا، ايمن اشرف نفس الكلام. أيوة. بدر بانون نفس الكلام. علي معلول نفس علي الكلام. معلول محمد هاني اكرم. خلينا نتكلم في العمق في بقية الناس اللي موجودة، ياسر إبراهيم، سعد سمير، رامي ربيعة، كل الناس اللي موجودة كل واحد اسم كبير جدا، ولكن إصابات، الثنائيات ما بتكملش مثلا 3-4 ماتشات وتلاقي الاثنين وقعوا مرة واحدة. وبالتالي طب إيه الحل يا كابتن؟ ما هو إن أنت يخش فيك في الدوري عدد كبير زي ده من الأهداف، أعتقد ده شيء مقلق. شيء مقلق. طبعا. بالذات للنادي الأهلي. بالظبط. واللي يقلق أكتر إن إحنا جه فينا جوان من كرات ثابتة كتير. اوكي. كرات عرضيه والكلام ده. نقطه كويسه دي. وده ينم ان مفيش تركيز، لان اسهل حاجه على المدافع واحد بيمسك واحد بس. الكوره الثابته كل واحد مع واحد. شايف الكوره وشايف الراجل، وانت طبعا سيدي عارفين انت كنت يعني من المدافعين الجامدين يعني. فدي اسهل حاجه، ولكن كان بيجي فينا اجوان منها. ده بينم قله التركيز عند اللعيب. او الثقه الزياده، يعني يا اما ثقه زياده يا اما قله التركيز. ساعات اللعيب يقول لك يا عم مش عارف يرفعها. يعني ما انا لو اجيبها وارط بالظبط يعني ده بلغه اللعيبه يعني. فدي طبعا كانت من الملاحظات الفنيه الدفاعيه اللي لازم طبعا الجهاز. طب حلها ايه يا كابتن؟ ما احنا برضو بنقول وعايزين الحل. التدريب. حلها التدريب. تدريب طبعا. اوكي. تدريب على طول يعني. ما كانش في وقت انت كل 3 ايام ملاحظات حتى لو لا حتى لو نظري يعني نظري. حتى طبعا. أوكي. ما هو المدير الفني يعني ما عندوش الوقت ان هو يشتغل جوه الملعب ويصلح الاخطاء، بيصلحها نظري اقل حاجه يعني عن طريق المحاضرات وعن طريق الاجتماعات مع اللعيب. طيب حضرتك بتقول لي دايما حتى في الكرات الثابته واحد ضد واحد او واحد بيمسك واحد. طيب هل ده الحل للموضوع ده عند موسيماني ولا عند اللعيبه؟ لا عند بنسبه كبيره عند اللعيبه يا كابتن. ايوه اسلام. لانه انا في الاخر بقول لحضرتك ايه؟ أيوة. انت بتيجي تقول لي يا اسلام امسك محمد. ايوه. وبس. خلاص. صح؟ ايوه. لو حصل تقصير يبقى منك. اوكي. انا قايل لك. لا وبعدين الكور الثابته مش حكايه واحد ضد واحد بس، يعني مثلا لو اتكلمنا على الكورنر بتلاقي مثلا في واحد مكلف انه يقف على السكس يارد عشان لو الكوره جت قليل، واحد على العرض، واحد على العرضه القريبه، واحد على العرضه البعيد. دي مسلمات طبعا. دي كل واحد بيحمي الحته اللي فيها. مظبوط. تمام. بقيه الناس كل واحد مع واحد، وبتدي مساحه لحارس المرمى عشان لو هيطلع
يبقى برضو الدنيا قدامه يقدر يجري خطوتين ثلاثة ويقدر يطلع. فدي حاجات، دي ثوابت بتتحط في كل محاضرة قبل كل ماتش، لازم المدير الفني بيحددها وبيحدد اللعيبة اللي هتتمرجس في الـ في الـ في الـ في المساحات دي، السكس ياردة، العارضة القريبة، العارضة البعيدة، كل واحد مع واحد وحارس المرمى. ولكن على الجانب الاخر برضه هناك تطور كبير لبعض اللاعبين اللي ما كناش بنشوفهم بهذا الشكل، يعني عمرو السوليه تطور كبير في اداء عمرو، محمد الشناوي ايضا تطور كبير في اداء محمد الشناوي، محمد شريف تطور كبير في قفشه طبعا تطور كبير في اداء قفشه، وبالتالي اعتقد ان ده بيرجع لاداره فنيه قدرت ان هي تعمل الشغل ده بشكل جيد. طبعا ما هي مسؤوليه الاداره الفنيه الارتقاء بمستوى اللعيبه على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. كفرقه ازاي بتتحرك كلها مع بعض وانت بتهاجم وانت بتدافع. وفرديا كل واحد، يعني قفشه بسم الله ما شاء الله، انا لما بتفرج عليه بحس ان الكره سهله، يعني بحسس ان الكره دي سهله قوي، يعني الباصه سهله والشوطه سهله بس احنا عندنا مشكله قفشه كابتن قبل ما تكمل، انا اسف ان انا بقطعك بس دي مهمه النقطه دي. احنا عندنا مشكله ان لو قفشه مش موجود ما يبقاش عندنا حد تاني مكانه. ما هو لازم بقى أيوة. يكون عندنا حد تاني. انت النادي الاهلي لازم في كل مركز عندك اتنين لعيبه يعني قريبين قوي في امكانياتهم الفنيه من بعض. اوكي. اتنين لعيبه في كل مركز، يعني احنا لو قلنا تلات حراس مرمى وعايز 20 لعيب في كل مركز اتنين لعيبه. ايوه. قريبين قوي من بعض. بحيث ان انت حتى بدون اي اصابه ولا بدون طرد عشان حد هيقعد ولا بتاع، انت ممكن تعمل روتيشن بينهم، تجيبهم الناس كلها تبقى موجوده وتبقى بتلعب. يعني انا كان نفسي ناصر ماهر ياخد اكتر من كده ويخش في يعني يبقى موجود لقفشه في شويه اجهاد، يقعد شويه يستريح، وناصر امكانياته كويسه لو خد ثقه في نفسه ممكن يؤدي بشكل كويس. فهي دي يعني، والامكانيات تسمح ولاعيبه النادي الاهلي تسمح بده. فبرضه من مسؤوليه المدير الفني الناس اللي متأيده عنده في الليسته لازم كلهم يبقوا. قناعات حضرتك عارف، ما انا ممكن خالد جدالة مش مقتنع باسلام، فيعني بس اجهزه والله لو عملت ايه؟ طالما لو مش مقتنع باسلام وهو متأيد في القايمه يبقى غلطي. طالما المدير الفني طالما انا ارتضيت ان انا اللعيبه دي عندي في القايمه لازم اجهزهم كلهم حتى لو انا مش مقتنع. طبعا ما هو يعني حتى لو انا مقتنع مش مقتنع من خلال التمرين، يعني مش مقتنع من حاجه، ممكن اقتنع بعد كده. ما محمد شريف جه في وقت كان برضو في الاول خلاص ما كانش بيلعب. طيب بعد كده بقى نجم الفرقه مظبوط وهداف الفرقه. ايوه. فهو طالما انا لو مدير فني ارتضيت ان القايمه دي فيها 30 لعيب سين وصاد وعين خلاص، يبقى من واجب شغلي ان انا اجهز الناس دي كلها خططيا وفنيا وبدنيا وذهنيا ونفسيا ومعنويا كله يبقى جاهز. كنتوا بتعملوا كده ازاي يا كابتن في ظل تلاحم يعني زي الوقت اللي احنا فيه ده، لو حضرتك المدير الفني وفي ظل تلاحم المواسم ده، اولا تلاحم كبير جدا، وفي نفس الوقت انا عندي ثلاث ايام بدي يوم اجازه بعد الماتش مفيش وتاني يوم باجي خمسه على اثنين، حضرتك عارف تمرين خفيف وبعدين خفيف تلعب. بعد كده شكرا معسكر وتلعب. ايوه. هتعمل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كله ازاي؟ مش في وقت ضغط الماتشات. ما هو احنا بقى قبل كده ضغط ماتشات بس يبقى في محاضرات نظريه في برضه بتخطف برضه بتخطف. بس هل النظري بيبقى كابتن مفيد؟ بيبقى مفيد مع لعيبه كبيره زي يعني المعلومه لما بتتكلم مع لعيبه على مستوى عالي. لا بيبقى مفيد انما لعيبه امكانياتها على قدها لازم اشتغل معاها في الملعب. بتلفت نظر اللاعب لحاجه بالظبط نظري، وبعدين الماتشات ان انا بفرجه على الاخطاء ممكن بتاعته، على الفرقه اللي انا هلاعبها، على نقاط القوه نقاط الضعف. لا بيستجيبه وبتنور له فكره برضه وبتفتح له، يعني انت بتحط له الحلول سواء كانت هجوميه او دفاعيه لاي موقف هو ممكن يشوفه خلال اي منافسه هو بيلعبها. يعني دي برضه مأمورية المدير الفني. يعني ازاي ان انت بتدي الحلول فيديوهات وهو اللعيب بقى بيختار، بس انت هو عنده خمس ست حلول للموقف ده لما بيتعرض له هو بيختار الحل من الحاجات اللي المدير الفني مديها، لان الناس بتبقى دايما شايفه ان مفيش وقت. يعني جمهور الاهلي لما بيجي حتى بيتفرج على اللعيبه المباراه اللعيبه مش قادره تعبانه، يعني احنا اخر ثلاث اربع مباريات بصراحه الله يكون في عون اللعيبه، حتى ماتش المصري اللي كسبناه اربعه اللعيبه تحس ان رجليها زي ما احنا دايما بنقول كسبنا اربعه وكان ممكن نكسب ثمانيه. بالظبط. خد بالك يا كابتن اسلام انا عايز اقول لك حاجه، حتى الماتشات دي انت لو ترجع ليها، يعني ماتش الاسماعيلي اللي تعادلنا فيه ده نكسبه سته، تكسبه كتير مش هتكسبه فرق جون، تكسبه سته. يعني انت ال
ان واضح الفرق ما بين المستويات كبير جدا، ولكن احنا الفتره دي التوفيق كان بعيد برضو عننا. يعني الكره اللي بتيجي بتروح تيجي جول، حاجه عجيبه انما نقول قدر الله وما شاء فعل. ولكن المدير الفني مع فرقته بالذات لما بيكون ماسك فرقه كبيره زي النادي الاهلي، لا حتى يخلق لنفسه الوقت، يخلق لنفسه. اصل هي كره القدم تدريب، الاساس التمرين. اوكي. لان اللي بيتعمل في التمرين هيتعمل في الماتش. وبعدين فيها حاجات كتيره قوي، في شغل كتير قوي ممكن تعمله بدون اي جهد بدني ولا لا ممكن تشتغل من غير ما اللعيبه تحمل عليها ولا جهد بدني ولا حاجه، الوقفه في الملعب ازاي، يعني في حاجات كتيره ممكن بتحصل يعني. انما طول ما انت موجود لازم يبقى في شغل، ولازم يبقى في افكار جديده. خد بالك احنا جينا في وقت برضو من زمان، كابتن جوهري الله يرحمه. ايوه. كابتن جواري كان يحببك كابتن اسلام في التمرين. يعني تبقى رايح راكب العربيه ورايح النادي عشان التمرين، انت عمال تفكر هو هيعمل ايه النهارده؟ التمرين هيبقى شكله عامل ازاي؟ ايه التمارين يعني شوف بيشوقك ازاي ان انت رايح التمرين، يعني عايز تعرف ايه اللي هيحصل، ولما بتنزل الملعب بتأدي بشكل كويس. ايوه. فالابتكار والتطوير والكلام في التمرين في التمرين طبعا. والكلام الجديد في الكوره يعني برضو، ما لعيب الكوره لو فضل يسمعني وانا بقول نفس الكلام لا مش هينفع بالظبط، فانا لازم اغير. اوكي. واغير من كلامي، واغير من طريقتي، واغير من التون بتاع الصوت بتاعي في الكلام، ممكن ان انا اعليه، ممكن يعني. قصه التدريب دي قصه صعبه جدا للي بيشتغلها صح، للي بيشتغل، وقصه سهله للي بيشتغل وخلاص. انما لو هتشتغلها صح اونطه يعني بيشتغل اونطه مش عايز اقول كده، انما لو هتشتغلها صح لا قصه صعبه، ولازم يكون الواحد فاهم كويس يعني. انا بمناسبه كلام حضرتك، لما الواحد يفتكر كده اليكس فيرجسون مدير الفني لمانشستر يونايتد، 17 سنه مش عارف ولا 20 سنه مدير فني، ايوه، مع الكلام اللي حضرتك بتقوله ده برضو كان بيجيب كلام جديد منين؟ بس لا يعني اللعيبه فاهمه. وبعدين كانوا بيتغيروا وقتها، وبيتغيروا اللعيبه بتتغير، وبعدين انت المدير الفني بيحط خطوط عريضه نظاميه. اوكي. الفرعيات دي اللعيبه بيبقى ليها ابتكار جوه الملعب حسب المواقف اللي هم بيقابلوها. فنقط مهمه جدا حته الابتكار، التطوير، ان انت بتطور نفسك حتى في الكلام او حتى في الاستوديوهات التحليليه. يعني لما تقعد تتفرج على استوديو تحليلي وتلاقي نفس الكلام، تقلب نفس كده، طب ما فيش كلمه جديده. ما فيش حاجه يعني الواحد يسمعها اول مره، دي بتفرق جامد جدا. وبعدين بص يا كابتن اسلام، لعيبه الكوره دلوقتي اذكياء جدا. احنا زمان على ايامنا ما كناش نعرف المدير الفني اللي جاي لنا ده كويس ولا وحش، احنا بنتمرن يعني، هو جه احنا بنتمرن بيقولوا بنعمله. لا دلوقتي المدير الفني من اول ما يتكلم، من اول ما يتكلم نص ساعة كلام، خلاص اللعيبة عرفت هو كويس ولا مش كويس. يعني تقيل ولا مش تقيل. إمكانياته عالية هيطور مننا ولا عادي. أي كلمتين وخلاص. صدقني لعيب الكورة لما بيقتنع وبيشوف إن في حاجات، لا بيسمع الكلام. أوكي. وأنا عديت يعني عديت طبعًا على الحاجات دي كتير. لعيبة كانت متعبة جدا، كانت تتعب ناس كتيرة جدا. معايا منتهى الجدعنة ومنتهى الرجولة، لأن هو تفرق في طريقه التعامل النفسي مع اللعيب. كل لعيب كوره ليه مفتاح. اوكي. كل لعيب كوره ليه مفتاح. عرفت مفتاح خالد هتعرف تتعامل معاه. انا عرفت مفتاح كابتن اسلام هعرف اتعامل معاه. فلازم المدير الفني برضو ده من الذكاء انه يعرف المفاتيح. كل لعيب مفاتيحهم كل هتخش له منين. عموما هنكمل كلامنا مع كابتن خالد ولكن خلينا نطلع فاصل اخير ونرجع نكمل هذا الكلام الممتع الرائع مع النجم الكبير كابتن خالد جبل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن خالد، ثنائيه وسط الملعب عمرو السوليه حمدي فتحي، عمرو السوليه اليو ديانج، حمدي فتحي اليو ديانج، من وجهه نظرك ان يعني اي واحد فيهم الافضل؟ كلهم مختلفين. واي تشكيله؟ لا، واكرم توفيق كمان يعني، اكرم يخش معاهم يعني انت عندك اربعه ممكن، لو مش هتستخدم اكرم كظهير يمين عندك اربعه ممكن تستخدمهم. ولكن يعني يمكن عمرو السوليه لما بيكون في حالته طبعا بيبقى حاجه، هو مقدم موسم استثنائي سوبر. بالظبط. حمدي فتحي اللي بيكون كويس، واليو ديانج طبعا يعني هم كلهم كويسين يعني. فدي حاجه بتريح اي مدير فني. انت مع بيع بقى اليو ديانج على الكلام اللي كان بيتقال الفتره اللي فاتت ان هو ممكن يتباع ممكن يتعمل، ولا شايف ان هو لا يكمل، ولا لو العرض مغري جدا مثلا؟ لو العرض مغري وكويس ومقنع بالنسبه لاداره النادي الاهلي لا يمشي. لان انت عندك البدايل. فلو هتستفيد
ماديا لا يبقى يمشي، مفيش اي مشكله. ولو العرض غيره، ما هو اللي العين اللي جابت اليو ديانج تقدر تجيبها، تجيب غيره. وانت عندك في المكان يعني، انت هيبقى عندك دلو يعني، عشان الناس ما تفهمش طبعا. لا يعني. ده احنا بنتكلم في كده. مش يعني بالظبط، مش حاجه. عندك اكرم وعندك عمرو السوليه وعندك حمدي فتحي، وفي ناس تانية ممكن تلعب في المكان ده. طيب خلينا ننتقل يا كابتن لمنتخبنا الوطني. منتخبنا الوطني عندنا مباراة أنجولا والجابون في اول يعني يوم 1 ويوم 5 سبتمبر. ايوه. شايف ازاي بقى منتخبنا في ظل عدم تجمع المنتخب بقالنا فترة طويلة جدا؟ يعني احنا نسينا المنتخب. يعني المنتخب اشتغلوا شهر متهيألي من اول ما يعني الدنيا طبعا. الله يكون في عون اللعيبة والله يكون في عون الكابتن حسام. طبعا حسام الله يكون في عونه، ضغط الماتشات واكتمال المسابقات برضه جاي على حسابه هو، مش عارف يعني اللعيبة هتروح له عاملة ازاي؟ يعني بعد يوم الجمعة اللعيبة هتروح له عاملة ازاي؟ مفيش، وهو مش هيقدر يشتغل يعني، مفيش شغل يعني بالعكس بقى هتبقى حاجات استشفاء وحاجات نظريه وحاجات. الجمعه ده مثلا 28 اعتقد، الجمعه النهارده 25 يعني 27 يعني فاضلك 3 ايام على الماتش. خلاص هو مش هيقدر 4 ايام على الماتش، يا دوبك هي محاضرات نظريه واستشفاء بالنسبه للعيب. طبعا هيعمل ايه؟ اسخابك اهلي زمالك اسماعيلي كله جاي مجهد. فهي هتبقى محاضرات نظريه وبعدين تشكيل الفرقه وقرايه الماتش والتغييرات وخلص. وبعدين بقى الله يكون في عونه وفي عدم في وجود صلاح. انا لغايه دلوقتي متهيألي صلاح مش هيكون. كان ده سؤالي اللي جاي، صلاح والنني الاثنين مش موجودين بسبب هيفرقوا طبعا محمد، لانه على الرغم ان انا لسه قاري دلوقتي ان الكاف باعت للفيفا بيطلب منه التدخل في هذه الازمه، علشان يعني من شهرين يعني كلام الكاف بيقول للفيفا ان من شهرين كانت الاتحاد الاوروبي مدي بعض الوفود من القائمه الحمراء في بعض الدول مديلها استثناء علشان تلعب في البطوله الاوروبيه. أيوة. دوري ابطال اوروبا. أيوة. وبالتالي ليه ما يحصلش كده دلوقتي بالنسبه للاعبين يعني اللي بيلعبوا في اوروبا الافارقه؟ هم بعتوا بالنسبه لمحمد ونادي ليفربول، بعت المشكله مش ان هو يجي، المشكله ان هو لما هيرجع هيقعد 10 ايام في الحجر الحجر الصحي. فهي دي طبعا مشكله، عدم وجوده هو والنني هيفرقوا جامد جدا. وتريزيجيه ربنا يشفيه برضه ويرجعه. تريزيجيه لسه الاصابه فثلاثه يعني. يعني هم ثلاثه هيفرقوا يعني هيفرقوا جامد جدا مع منتخبنا، ولكن بقى البركه في اللي موجود باذن الله. ماتشات مش هتبقى سهله على فكره. ما هو ده النقطه اللي كنت هسال حضرتك عليها. يعني انت شايف الاسمين يعني انجولا والجابون، يعني انت مسافر يعني هتخلص انجولا وتسافر الجابون في ثلاث ايام. حضرتك شايف في ظل الارهاق الشديد اللي كان بيحصل خلال الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا دول او الشهر اللي فات بعد البطوله الاولمبيه، اعتقد صعبه جدا. جدا، وماتشات مش هتبقى سهله، ماتشات جامده. اي نعم احنا متفوقين عليهم، ولكن ماتشات مش تبقى سهله خالص. يعني هتبقى ماتشات جامده، محتاجه كمان ان احنا بقى نستثمر الفرص اللي هتيجي، فرصه فرصتين تجيب منهم جون وتكسر الماتش، لان انت مش مطالب ان انت تجيب جوان كتير. انت ثلاث نقط هتاخدهم. فهو جون يكفيك. يعني فربنا بقى يسهل ويبقى برده التوفيق من حليفنا. يعني الانباء بتقول ان في 9 لاعبين واثنين على قائمه الانتظار في النادي الاهلي، يعني 11 لاعب تقريبا الفرقه كلها. ما هو ده النادي الاهلي. هو هيبقى منتخب مصر، وهتلاقي منهم ممكن 7 بيلعبوا. ممكن 7-8 كمان بيلعبوا. ده هيبقى تاثير سلبي جدا طبعا. هيبقى تاثير سلبي، بس هو ما يقدرش يستغنى عن اللعيبه بتاعت النادي الاهلي. مش يعني في لعيبه مش هيقدر يستغنى عنها. في مثل هذه الحالات الجهاز الفني للمنتخب برضه يعمل ايه؟ ما احنا عايزين ندي روشته للجهاز الفني للمنتخب، لانه زي ما قلت حضرتك احنا يوم الجمعه 27 يعني هيروحوا المعسكر يوم 28 29 30 31 هيلعب يوم 1. ايوه، 3 ايام وهيلعب يوم 1. 3 ايام بالظبط. هو مش هيقدروا زي ما بقول لك كابتن اسلام، هو ازاي تدريبات الاستشفاء برضه نفس الكلام، الاستشفاء والمحاضرات. وبعدين هو بقى شطارته في اختيار الفرقه اللي هيلعب بيها من الاول، وقراءته للماتش، يعني ازاي يمشي الماتش في الاتجاه اللي هو عايزه. يعني الاستراتيجيه اللي هيحطها عشان يمشي الماتش في الاتجاه اللي احنا عايزينه، يعني اللي احنا نكسب بيه بس، مش اكتر. انه مش هيقدر ولا يشتغل حاجه بدنيه خالص، ولا يشتغل تكتيك، ولا هيشتغل، ما فيش وقت. اللعيبه اساسا جايه مجهد يا دوبك على الكرات الثابته بس. بالزبط. لو عملها يعني بالظبط كده. يعني هو كل التمارين هتبقى الخمسه ضد اثنين والاربعه ضد اثنين، دواير والاطالات والاستشفاء وكورسات بس.
ويخلص ماتش واحد ياخد اجازه ثاني يوم نفس الكلام هيروح نفس الكلام برضه نفس الشغل مش هيقدر يعمل اي حاجه اكتر ويكون في عون لعيبه الاهلي تحديدا لانه هيرجع من المنتخب للماتشات الكاس الله اعلم يعني في قاعده لسه سوبر افريقي وبطولات كده السوبر الافريقي وبعد كده الدوري وبعد ما كده ما هو ده بقى اللجنه الثلاثيه لازم يعني بتخلي كل الانديه والمنتخبات هتدفع ثمن سوء التنظيم ده وضغط الماتشات يعني كان اكيد احنا برضو زي ما كنا بنقول عايزين كلام جديد في الكوره عايزين افكار جديده من اتحاد الكوره يعني بلاش نفس الريتم ونفس الافكار اللي بقى لها 20 30 سنه لا اكيد في حاجه جديده وفي فكر جديد وفي تطوير ان انت تريح الناس انت عايز تتعب الناس ليه يعني انت بتتعب الانديه وبتتعب المنتخبات عشان مسابقات تفضل ماشيه لا ما ينفعش الكلام ده عموما يا كابتن اخيرا اخر حاجه عايز حضرتك تقولها لو كلمة لجمهور الأهلي وللعبة الأهلي خلال الفترة القادمة لجمهور النادي الأهلي أنتوا اللاعب رقم واحد على مر العصور بالنسبة طبعًا. للنادي الأهلي طبعا وقتكم دلوقتي المساندة لفرقة النادي الأهلي والمساندة للعيبة وشكرهم على الفترة اللي فاتت والبطولات اللي هم جابوها وبإذن الله تحفزهم عشان البطولات اللي جاية بالنسبة للعيبة هارد لك انسوا اللي فات زي ما الكابتن محمود الخطيب قال ارموا اللي فات ده ورا ظهركم فكروا في اللي جاي وتبقى بطوله الدوري اللي بعدت عنكم دي تبقى هي الدافع الرئيسي والحافز الاول ان انتوا باذن الله تفرحوا جمهور النادي الاهلي وتفرحوا مجلس اداره وتفرحونا بالبطولات اللي جايه باذن الله. يا رب ان شاء الله انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده يا كابتن خالد استمتعت واستفدنا كتير جدا من كلام حضرتك. شكرا الف شكر يا سيدي. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن خالد جد الله زي ما قلت لحضراتكم دايما الأهلوية ارفع راسك فوق انت أهلاوي ده كلام لكل الأهلوية اللي بيحبوا النادي الأهلي من جوه بطولة وانتهت من بكرة إن شاء الله هنبتدي نفكر في البطولة القادمة عندنا مباراة يوم الجمعة عايزين نكسبها بناء على كل الكلام اللي حضراتكم سمعتوه من كل خبرائنا اللي بيكونوا موجودين معانا بعد يوم الجمعة إن شاء الله نبتدي نفكر هنتكلم عن المنتخب وبعد كده إن شاء الله نتكلم عن الإعداد لبطولة السوبر الإفريقي اللي إن شاء الله تكون أول بطولة يستطيع النادي الأهلي أن يفوز بها بعد ست بطولات أو خمس بطولات والبرونزية إن شاء الله دي تكون أول بطولة جديدة يفوز بها لاعبو النادي الأهلي كما وعدوا كابتن خطيب في كلامهم امبارح مع كابتن خطيب. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله يوم الأحد القادم وحلقة جديدة أشوف حضراتكم يوم الأحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير بيت كل الأهلاوية وبيت كل الناس.